gostaria muito de falar do meu currículo, de falar da gente, é muito mais difícil. Eu مش حابب قوي يتكلم عن السي في بتاعه لما الشخص يتكلم عن نفسه يبقى صعب. Acho que vocês podem colher isso na no Mr. Google, tem tudo lá. وعارفين مستر جوجل عنده كل المعلومات اللي عنه فممكن تكون عارفين عن طريق جوجل. Eu gostaria de agradecer ao nosso presidente. حابب يشكر المستشار الرئيس. A toda a diretoria. وكل الإدارة. O esforço que fizeram. Para que eu viesse para cá. Eu fico, acho que foi um presente de Deus. Porque eu já percebi a força que tem a torcida, a força que tem o clube. Foi recebido também, já está aqui no clube. Tenho certeza que nós vamos fazer uma grande parceria. E vai ser muito importante esse quarteto. A nossa direção, o nosso presidente, os nossos jogadores, a nossa comissão técnica e a força dos torcedores. Acho que com isso nós vamos ficar bem fortes. O importante é que nós trabalhemos juntos. Com relação a vocês da imprensa, espero que nós tenhamos uma relação bem amistosa, séria e profissional. Eu jamais vou, é importante esclarecer isso, jamais vou falar de qualquer jogador individualmente. E quem escrever isso vai estar mentindo. Jamais vou falar de algum colega meu de trabalho. Jamais vou falar do meu clube. Que não seja coisas positivas. Eu acho que todo jornalista, quando quer ter respeito, ele tem que escrever a verdade. ولازم بيطلب منه انه يكتب المعلومات الصحيحه. Falei com nenhum jornalista, muitos me escreveram, muitos me tentaram acessar no meu telefone da minha casa, não sei como descobriram. ولغايه دلوقتي ما اتكلمتش مع اي صحفي, في ناس كتير حاولت تتصل بيه وما يعرفش ازاي جابوا الرقم تليفونه, بس في ناس حاولت تتصل بيه. E antes de eu terminar, eu gostaria de ofertar ao nosso presidente. حابب يهدي للمستشار الرئيس النائب. É um símbolo de força da nossa amizade. Isso eu recebi de uma pessoa muito importante da Arábia Saudita, de um poder muito grande religioso, que me deu para seguir e me dar forças espirituais para vencer todos os obstáculos. Eu queria passar ao presidente para que tenha proteção e ter bastante sucesso. طبعا في البداية المستشار المرتضى في طبعا توجيه دعوة لينا كلجنة فنية ان احنا نختار المدرب الكبير زي مستر فاكيتا, اعتقد انه تاريخه وبطولاته والسابقات ومعاه لويس كابريستاب ومعاه طبعا طاقم مصري على اعلى مستوى, كابتن طارق, كابتن الشيشيني, مدحت, كابتن ايمن طاهر, دكتور شريف, دكتور وليد. أتمنى كلنا زي السنة اللي فاتت كنا حاطين إيدينا في إيدين بعض, كجهاز مصري كان سبب رئيسي إن إحنا ننجح مع بعض, إن شاء الله ننجح ونحافظ على المكتسبات بتاعة الفترة الماضية, دوري وكأس, إن شاء الله بطولة أفريقيا. بقول لمستر باكيتا إن شاء الله بإذن الله تحافظ على البطولات, واحنا عارفين ان انت مدرب كبير عالمي زي ما نادي الزمالك نادي كبير وعالمي, احنا جايبين مدرب كبير وعالمي ان شاء الله يوفق معانا باذن الله. طبعا انا سعيد جدا بوجودي مساعد لمستر باكيتا, اسم كبير جدا وان شاء الله نكون مساعدين ليه ونشتغل بكل امانه, وزي ما المستشار العقد هو اساس النجاح, واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اتعود في شغلي على هذه النقطه, فان شاء الله نكون مساعدين جيدين ليه ونفس كل اللي هو طلباته, ونتعلم منه كمان ان انا بحب شغلي ان انا مع اي حد بشتغل معاه ان انا بتعلم منه, وان شاء الله نكون نعمل لجماهير الزمالك حاجه السنه دي تكون حاجه ان شاء الله يكون اداء ونتيجه في نفس الوقت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب. اليوم النهاردة كان مؤتمر الصحفي لنادي الزمالك، والمستشار مرتضى منصور قدم باكيتا النهاردة في مؤتمر صحفي لمجموعة كبيرة جدا وسط حضور عدد كبير جدا من الصحفيين والإعلاميين. والحقيقة كان الكلام النهاردة واضح وصريح، تحدث باكيتا عن يعني دوره إن شاء الله بإذن الله في نادي الزمالك أو داخل نادي الزمالك، واتكلم أيضا كمان عن علاقته بالصحفيين، وقال إن هو يعني يتمنى إن شاء الله بإذن الله أن العلاقة بالصحفيين والإعلاميين تكون عند حسن الظن. برضو في نفس النقطة اتكلم إن هو يعني عارف قيمة نادي الزمالك، عارف جمهور نادي الزمالك. تحدث أيضا المستشار مرتضى منصور النهاردة عن الفترة القادمة داخل نادي الزمالك، وقال إن الحديث عن فريق نادي الزمالك يخص الكابتن إسماعيل يوسف تيجانا نادي الزمالك فقط لا غير، ومحدش هيتكلم عن فريق نادي الزمالك غير إسماعيل يوسف. أيضا قال أن المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور، ومحدش هيتكلم تاني داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الفترة القادمة. تحدث أيضا المستشار مرتضى منصور وقال أن الفترة الجاية هيكون في نوع من الالتزام للاعبين داخل فريق نادي الزمالك، مش هيسمح بأي خروج عن النص، مش هيسمح بأي لاعب ان هو يحط صور ولا يكون موجود في سهرة. تأكد او اكد ان الالتزام هيكون هي السمة في الفترة القادمة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك. قال كمان ان اي لعيب يعني هيخالف هذه التعليمات هيتم ايقافه، واي عضو مجلس إدارة هيخالف هذه التعليمات هيتم تجميده. يعني اعتقد ان النهارده كان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان النهارده بيشير ويعبر عن وجود فتره قادمه داخل نادي الزمالك يعني فيها التزام. احنا عارفين طبعا كلنا ان الفتره اللي فاتت كان المستشار مرتضى منصور ما كانش موجود، لان كان الشهرين اللي فاتوا كان في انتخابات، وهو كان موجود في انتخاباته في دايرته طبعا في الاهليه، ويعني حقق نجاح ساحق، وكانت الأمور داخل نادي الزمالك مش على ما يرام. يعني عشان برضو الأمور تبقى واضحة، كنا بنسمع دايما أخبار تحويل لاعب للتحقيق، صور على الفيسبوك، مجلس الإدارة ياخد قرارات بأن اللعيبة ما يكونش ليها صفحات على الفيسبوك، ثم اللعيبة بعد كده تخالف، ثم غرامات، ثم بعد كده يعفو عنهم. يعني كان في أزمات، حتى القرارات واضح ان ما كانش فيه قناعة. انت المفروض النهاردة حتى ما بتيجي تاخد قرار اللاعب النهاردة اي نعم زي العسكري او هو موظف لازم ينفذ التعليمات بحذافيرها، ولكن لازم النهاردة يبقى فيه قناعة. يعني النهاردة حضرتك ما ينفعش مثلا اقول قرار يكون مثلا 10 لعيبة 12 لعيبة انا عارف ان مش هيعملوه، او من البداية مثلا ان احنا مش هنعمل، فلازم يبقى فيه تفاهم. معلش يا جماعة الفترة الجاية محتاجة، انتوا شايفين الميديا بتتعامل معانا او الاعلام بيتعامل معانا بياخد دايما المنتج بتاعه مننا، فالفترة الجاية عايزين نقفل على نفسنا شوية. اعتقد ان الفترة الجاية دي فترة حساسة جدا 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 لنادي الزمالك والنادي الاهلي. نادي الزمالك يعود للدوري من جديد ان شاء الله باذن الله يوم الخميس في مواجهة طلائع الجيش، والنادي الاهلي ايضا عنده لقاء يوم الخميس مهم جدا مع نادي سموحة. عايز برضه اقول لكم ان يعني كل واحد، مرتضى منصور او محمود طاهر، كل واحد يسعى للحصول او وجود فارق مع الفريق. يعني كل واحد عايز الفترة الجاية دي فرقته تجري. اي نعم الظروف النهاردة كانت في الزمالك اكثر استقرارا، احنا بنقول اكثر استقرارا بوجود المدير الفني. ممكن النهاردة اللي يصنع الفارق اسماعيل يوسف، طارق مصطفى والشيشيني ممكن يصنعوا الفارق ويقللوا فترة يعني اندماج المدير الفني الجديد مع الفريق. ولكن كنا بنقول كده مع باسيرو جه في توقيت في اول الدوري ما لحقش يشوف الفريق، جه على طول مسك الفريق، كان كابتن زيزو هو اللي سايق واخد بطوله السوبر مع النادي الاهلي، وجه الراجل يعني كان بيلعب بنفس التشكيل يعني تحت شعار اللي تكسبه لعبه، فكانت الامور ماشيه معاه بشكل جديد. النهارده الامور يعني اختلفت كثيرا. النهارده نادي الزمالك هو اللي جايب بقى مدير فني جديد، ما عندوش وقت. الراجل اول تمرين اعتقد هينزل بكره، مش هنقدر طبعا نحاسبه، عنده لقاء يوم الخميس مهم، ولكن هو بقالهم فتره موجودين كابتن طارق مصطفى وكابتن الشيشيني واسماعيل يوسف، اعتقد ان هم محتاجين بقى جلسات وجلسات معاه. ايضا برضو ابتدت في يعني واضح ان في سلوجن كده او عنوان بينزل بقاله فتره، وهو
نادي الزمالك ووجود خلاف مع باسم مرسي، وجود عروض مع باسم مرسي. وانا الحقيقه كنت اتكلمت وشددت كتير جدا وقلت على باسم مرسي ان هو يركز، يعني خلاص انت موجود الموسم ده مع نادي الزمالك، ركز عشان تركز مع منتخب مصر، عشان تقدر تتالق، عشان تقدر تروح اي حته انت عايزها حتى لو بعد سنه. ولكن واضح برضو ان تصريحات نادي الزمالك الفتره اللي جايه او الفتره القليله يعني الماضيه كانت مختلفه، ابتدوا ايه؟ لو عندك عرض طلعه، يعني هم عايزين يقولوا له ايه؟ خلصنا بقى، يعني عندك عرض طلعه، عايز تلعب ركز. وابتدوا من على الناحيه الثانيه برضو ابتدينا شفنا دلوقتي يعني يتعاقدوا مع مهاجمين، في مهاجم من الاسماعيلي خلاص اعتقد ان في امور جديه دي برضو من كواليسنا، وفي برضو مهاجم افريقي يقترب بشده من نادي الزمالك. الاخبار الخبرين الحقيقه اللي بنسمعهم وانا في وجهه نظري ان هي يعني زي النكت كده، الزمالك يتفاوض مع رمضان صبحي والاهلي يرد عليه بالتفاوض مع حمودي. اعتقد دي يعني الحاجات دي اللي هو ايه، مش عارف يعني ما اعرفش يعني اخبار الحقيقه دي ما بقفش عندها كتير. ما اعتقدش ان رمضان صبحي في مصر ممكن يلعب لغير النادي الاهلي، ولكن حمودي اعتقد ان هو يعني خلاص لعب في نادي الزمالك وموجود في نادي الزمالك، ما اعتقدش ان هو عنده يعني حلول تانية او عنده سكه تانية، يعني دي وجهه نظرنا الشخصيه. ما اعتقدش ان نادي الزمالك هيفاوض رمضان ماضي 4 سنين مع النادي الاهلي، يعني ما يعني مش هيخش مسؤول نادي الزمالك يخبط على الباب في النادي مساء الخير سلام عليكم رمضان بكام، رمضان بكام، طب مبروك اتفضل، مش هيحصل. يعني خلينا نبقى ناس طبيعيين. رمضان صبحي لو هيحترف، لو مجلس اداره الاهلي هيخليه يحترف هيطلعه بره، وولد صغير لسه عنده 18 سنه يعني لسه الدنيا قدامه طويله، ربنا يديله الصحه يا رب. حمودي نفس القصه، نادي الزمالك جابه في صفقه، ما اعتقدش برضه ان هو ممكن يبقى موجود في الاهلي، خصوصا ان اعتقد ان حمودي بعد وجود فيريرا برضه كان مدربين كويسين قوي الحقيقه وادوا بشكل رائع مع نادي الزمالك، ولكن بيحب ويكره، وهي دي مشكله المدرب. يعني النهارده هو مش متابع حمودي، يبقى مش هيحط رجله في الملعب. برضه كان دودار لعب بضغط من مرتضى منصور، يعني قعد يقول له فين دودار؟ انت بتلعب ليه حماده هنا؟ انت بتعمل هنا؟ فابتدى يشوف الناس، فابتدى برضه دودار يأدي وشفناه بشكل طيب. وكان اما حصل اصابه لعلي جبر كان خلاص الراجل مضطر. ولكن برضه حته السيركل او يعني التدوير بتاعه اللعيبه بتفرق كتير جدا في حاله الاصابه. شفنا علي جبر وقع مره واحده، كان اصابه مره واحده تاثر كتير نادي الزمالك، لو هو كان مجهز دودار كانت قصه اختلفت. اسامه درفلو ده اسم محدش يعرفه، ده مهاجم جزائري كويس، ده في المنتخب الاولمبي. على مسؤوليتنا الشخصيه هناك تفاوضات مع نادي الزمالك ومفاوضات جديه جدا، واسامه الشيشيني اعتقد اقترب بشده من التعاقد معاه، سامي الشيشيني اقترب بشده من التعاقد معاه. يعني اعتقد ان دي برضو مفاجاه، ولكن يعني ان شاء الله باذن الله ينجح نادي الزمالك فيها. نتمنى يا رب كده النادي الاهلي ما يخشش في الصفقه، مش لحاجه يا رب يطلع احسن لعيب في التاريخ، بس يعني دخول نادي الزمالك والميديا دلوقتي بقت صغيره، يعني النهارده احنا مش قاعدين لوحدنا، العالم كله بيتفرج علينا. الزمالك النهارده بيطلع يجيب لعيب من بره بجنيه، الاهلي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم او بيسال اسم اللاعب بيبقى ب5 جنيه. فيعني الاهلي اصلا كده كده المركز ده عند الاهلي يعني ايه، يفيد ويكفي زي ما بيقولوا بالبلدي كده، يعني عنده تريلات ياما خلاص، يعني عنده لعيبه جون انطوي، عمرو جمال، عماد متعب، عبد الظاهر، قولوا زي ما تقولوا. فاصل ونرجع تاني نكمل معاكم اهم اخبارنا. الزمالك بعد رحيل فيريرا والجماهير قلقانه، وكابتن طارق هو اللي ماسك القياده الفنيه، وكان باكيتا موجود بيتفرج عليهم. طب ما جمهور الزمالك واقف على رجليه في الملعب، الزمالك يعني ولا لسه؟ خلينا نكون صريح برضو، الفتره اللي خدها الزمالك فتره طويله. الفتره طويله وما لعبوش فيها ماتشات كتير. يعني انت النهارده انت بتتكلم النهارده من اول ما المنتخب اتجمع، انا بتكلم في حوالي 45 يوم 40 يوم ما يعني 45 يوم ما كانش فيهم ماتشات. يعني انا شايف، لكن الزمالك الميزه ان عنده بعض اللعيبه اللي تعمل الحلول الفرديه.
اللي زي ما انت شفت يعني حتى في الماتش عنده بعض اللعيبه اللي تعمل حل الفرد بدبل باص، تعمل حل فردي بشوطه، تعمل حل فردي بضربه جزاء، تعمل حل فردي بهجمه منظمه. عنده اللعيبه اللي تعمل هجمة. وده متهيألي برضه لما بكيت هيجي نادي الزمالك هيقعد ماتش ماتشين ثلاثه هيبقى الشكل بتاعه الحلول الفرديه اللي عند اللعيبه هي اللي هترجع كفته. لكن بعد كده طبعا في تكتيك جديد، في مدرب كويس، مدرب سمعته كويسه واسمه معروف، واكيد نادي الزمالك بيسعى، راجل بطل دوري وبطل كاس وعايز يسعى للافضل وعنده مشاركات افريقيه وعنده حاجات كتيره، فاكيد هيبقى الفرقه افضل في الفتره اللي جايه باذن الله. تابعت الاهلي في تونس ولا ما تابعتوش؟ بص يعني انا تابعت ماتشات النادي الاهلي يعني لعبت الصفاقسي كويس قوي يعني ماتش الصفاقسي كان كويس. الماتش اللي قبله كان ماتش عادي يعني خلينا نكون صراحه لخبط في الفرقه يعني هو كان ماتش عادي، لكن الماتش ده كان ماتش كويس. بدا النادي الاهلي حتى عنده يعني كم لعيبه بدا يزيد اللي جاهز ان يبدا الماتشات، وده حاجه كويسه. لا الزمالك طول عمره زمالك يعني لو غاب اللي رجع طول عمره نادي الزمالك، نادي كبير ما فيش لاعب 100% فاهم ازاي يعني. انا يعني اقول لك انا لعيب اي لعيب يلعب ماتش ودي ما بقاش عليه ضغط، لسه ما فيش حاجه ان هو اقيمه ان هو ايه فعلا 100% مش لازم يبقى اقيمه لما يبقى في ماتش مهم رسمي بالظبط يبقى عليه ضغط وبتاع الحاجات دي، هو ايه اللياقه البدنيه بالظبط. ماتشين كمان على الاقل يبقى عشان اللعيبه كلها تبقى جاهزه وعندهم زي النادي الاهلي بيلعب ماتشات كتير قوي جاهز وبتاع الحاجات دي كلها. نادي الزمالك نفس العمليه ان هو في الفتره الجايه يعمل ماتش بالظبط كده يعني. اللعيبه كويسه ووافقه على وافقه يعني من ناحيه ان ما فيش اصابات يعني دي الاهم، بس في لعبة طبعا بعيده طبعا هترجع للفتره اللي جايه باسم مرسي برضو من العناصر المهمه من نادي الزمالك، عشان كده بقول ان جماهير نادي الزمالك فرقه كبيره وفرقه محترمه واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الفتره الجايه. انا عايز اقول للناس كلها في مصر مش لجمهور نادي الزمالك بس، الشناوي ده بقى رقم واحد في مصر، فالناس لازم تبقى فاهمه ده. طبعا بينافسوا الشريف اكرامي على هذا المركز، انما هو النهارده صنف نفسه ان هو اللي رقم واحد في الفتره الحاليه للمنتخب الاول. فلا جمهور نادي الزمالك طبعا يطمن، لان هو عنده ثلاث حراس على مستوى عالي بامانه شديده، اذا كان احمد الشناوي او محمد ابو جبل او محمود عبد الرحيم جنش، الثلاثه مستواهم عالي جدا وبيقدوا بشكل كويس، وواضح ان هو بينهم حاله تنافسيه عاليه جدا. انما الافضليه في الوقت الحالي لاحمد الشناوي، لان الشناوي حارس مرمى مصر الاول دلوقتي، فما حد مش يقدر يقعدوا بأي شيء. شكرا زميل شريف شعبان، دي كانت بعض لقاءات الجهاز الفني للانتاج الحربي تحت قياده طبعا كابتن شوقي غريب. نروح المدرب العام للمنتخب الوطني كابتن اسامه نبيه. مساء الخير يا كابتن. شيف تحياتي ليك، تحياتي لكل اللي معاك في الاستوديو واللي شغالين معاك في الاستوديو. اخبار حضرتك ايه؟ وحشني. تمام انت اكتر والله، زي سعادتك. ربنا يخليك، كله الحمد لله، كله زي الفل. كابتن المعسكر من 20 ل 25 خلاص مؤكد، ولكن لسه الوديات ما تاكدتش. احنا ان شاء الله باذن الله شغالين في معسكرنا باذن الله. الحاج عامر وفر لنا الايام دي واحنا متفقين عليها من زمان وخدنا عليها موافقه. الوديه ان شاء الله انت عارف في اكتر من اتجاه، في اتجاه اسيوي، في اتجاه افريقي، وفي اتجاه اوروبي. احنا ان شاء الله باذن الله اللي هيصلح لينا من الناحيه الفنيه ويناسبنا من الناحيه الفنيه ونستفيد منه ان شاء الله هنوافق عليه على طول باذن الله ان شاء الله، اللي يتيح يعني ان شاء الله. طيب هسال حضرتك سؤال تاني بقى، الاسئله دي كلها اجابتها معروفه، المعسكر واللقاءات والحاجات دي كلها ما فيش فيها مشكله، ولكن هسال حضرتك سؤال كل الشارع الرياضي بيتكلم عليه، انا مش مقتنع بيه طبعا، بس اكيد الرد عند حضرتك، يعني كل الناس بعد خروج المنتخب الاولمبي يعني محملين الحقيقه الثلاث لعيبه الكبار فوق طاقتهم، يعني رمضان صبحي وكهربا ومصطفى فتحي ومسعد طبعا، وشايفين ان هم يعني لعبوا بـ 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 بنوع من عدم المسؤوليه شويه او التراخي شويه. جه تصريح الكابتن حسام بدري ان هو لو تاهل، وانا مش عارف الحقيقه كابتن حسام برضو صرح كده ولا لا، يعني برضو مش متاكد من القصه، انا حاولت يعني اوصل له، فمش يعني مش عارف ده التصريح دقيق ولا لا، ان هو لو وصل كان هيرحلهم او هيستبعدهم يعني كل الناس. طب كويس، دمرداش بيقول ان كابتن حسام بدري نفى الكلام ده، كويس عشان نبقى بنتكلم على حاجه مظبوطه. الناس كلها يعني بتقول ان اللعيبه دي اعتمدت ان هي نجوم بتلعب منتخب اول، بتلعب في فرقها في الفريق الاول، الناس ابتدت تتكلم كوبر لازم يكون ليك موقف مع اللعيبه دي، اللعيبه دي مش هتوصلك. راي حضرتك ايه وتعالج القصه دي ازاي؟ اول حاجه اللعيبه اللي انت ذكرتها دي لعيبه المنتخب الاولمبي ده، انا عكس التيار تماما خالص، انا عكس الاتجاه اللي الناس بتتكلم فيه ده خالص، دي المستقبل الكره المصريه. تمام. ولما بيحصل اخفاق اتخيل ان الاخفاق بيقوي ما بيضعفش. ولما اللعيبه تحس بمسؤوليه الاخفاق اتخيل ان هم في اقرب مسؤوليه ثانيه
يقدروا يحققوا حاجه. اللعيبه اللي انتوا ذكرتها ولعبت المنتخب الاولمبي وظهرت عناصر مميزه جدا في الفتره اللي فاتت، ولكن هو التوفيق وعدم التوفيق. الناس حاولت اجتهدت اشتغلت، ليهم اللي ليهم عليهم اللي عليهم، هو ده الكوره وهي دي حال الكوره. كنا متفائلين جدا كلنا، ولكن هو ده حالنا احيانا في كره القدم، التوفيق وعدم التوفيق. لكن الناس حاولت وبذلت مجهود كبير جدا. لكن انا مش مع ان احنا نذبح اللعيبه وان احنا نخلص على الجيل. انا ليا وجهه نظر مختلفه خالص يا كابتن سيف الحقيقه، ان الجيل اللي اتعرض للضغوط دي كلها هو القادر اللي لما يتعرض لضغوط مره ثانيه لا يقدر يتخلص من مثل هذه الضغوط ويقدر يوصل لحته ثانيه خالص. مش هينفع انا اخلص على جيل، لان الجيل دوت جاي جاي مش بمزاجك غصب عنك، انت فاهمني ازاي؟ يعني مش بمزاجك غصب عنك. الجيل اعماره بتتراوح ما بين 20 لحد 23 سنه، يعني انت لو ما احتجتوش السنه دي وذبحته السنه دي مش هتعرف تذبحه السنه الجايه، مش هتعرف تذبحه السنه اللي بعديها. وفي عناصر ظهرت بشكل كويس جدا. انا معلوماتي معلوماتي زي ما الدمرداش كده قال لك ان الكابتن حسام لم يتطرق ولن يتطرق، لم ولن يتطرق لاي لاعب من لاعب المنتخب. ما انا بقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، انا يعني بسمع حاجه، انا الحقيقه حاولت اكلم كابتن حسام، كان الراجل قافل الموبايل، وانا كنت له الحقيقه كل احترام يعني، و يعني التصريحات دي بنسمعها زي تقرير الكابتن حسام ما بنسمعه يعني، كل واحد بيطلع بتقرير برضه لحسام البدري. انا معلوماتي من داخل الكواليس بقى ان الكابتن حسام مش هيتطرق لاي من اللعيبه خالص، لان اللعيبه دي انت هتستخدمها مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه. الناس يعني كلنا يعني زي ما بيقول كده قصونا على اللعيبه كلها يعني، ولكن هي دي كوره كابتن سيف، هي هو ده التوفيق. انت ان شاء الله ان شاء الله يا زي ما راح حلم في احلام ثانيه جايه. كابتن اسامه، انت اتكلمت مع الشباب يعني، اتكلمت مع اللعيبه دي؟ اتكلمت مع الشباب طبعا. طب ايه طب ايه شعورهم؟ ايه كانت المشكله يعني؟ ايه اللي حصل؟ لا طبعا يعني عايز اقول لك ان هم حاسين بالمسؤوليه وحاسين بمدى الاخفاق وحاسين بكل حاجه، وهم يعني عارفين ان الناس كلها القت على عاتق اللعيبه الثلاثه او اللعيبه الاربعه اللي موجودين في مسؤوليه الاخفاق، ولكن الاخفاق بيبقى نتيجه عده عوامل، الكل بيبقى شريك في الاخفاق، والكل بيبقى شريك في النجاح يا كابتن سيف، ولا هو الكل شريك في الاخفاق والنجاح بينسب لحد بعينه؟ لا يعني الاخفاق مسؤوليه جماعيه، لكن الحقيقه اللعيبه مش هينفع ان انت ما تقفش جنبيها في المواقف. الدنيا هتمشي والحياه هتمشي والحياه هتستمر، ولابد ان انت تستفيد من عناصر خدت الخبره الكافيه، الخبره الدوليه زي ما قلنا. لا يعني خبره جيده جدا. على فكره انا رايي مع حضرتك. يعني انا ضد الناس اللي تقول لك يعني انا من اول يوم طلعت حملت اتحاد الكوره المسؤوليه، وقلت اتحاد الكوره يشيل فاتوره الفشل كويس، ودفعت الحقيقه عن كابتن حسام رغم يعني كان ممكن يكون في اخطاء لم يوفق، ولكن حسام بدري مدرب كبير، واتكلمت عن اللعيبه قلت ان هم يعني لم يوفقوا، هم في الاخر لعيبه كبار، بس يعني طبيعي ان الناس تزعل. انا بكلمك في حته فيها استمراريه يا كابتن سيف. ظهرت عناصر مميزه جدا في المنتخب، وفي عناصر كانت بتشارك معانا بشكل جيد جدا وظهرت بمستوى جيد. كون ان هي توفى وعدم ما توفقش دي مراحل يعني مراحل وقتيه، لكن الجيل دوت لا لابد ان انت تحافظ عليه، لان هو خلاص مسابقته انتهت، لكن الجيل ده جاي، والجيل ده عنده من الخبرات وعنده من المباريات اللي اتلعبت وعنده من المباريات الدوليه. اتخيل ان لعب مالي ونيجيريا والجزائر والمباريات حتى الوديه اللي اتلعبت قبل البطوله، لا هيبقى عنده خبره كويسه جدا. انت خد بالك ان احنا احيانا بنتغافل اجيال، جيل 89 اللي لعب كاس عالم ولعب اولمبياد، جيل 91 اللي لعب كاس عالم ولعب اولمبياد، كل الاجيال اللي انت بتدور فيها دلوقتي، فانت كده كده ما تتغفلش الجيل دوت، لانك هتيجي تدور فيه بعد سنتين وثلاثه تقول كان عندنا جيل عنده احتكاك دولي واحنا تنسناه او ذبحناه او خلصنا عليه. مش عايزين نقع في نفس الاخطاء، نشوف احنا اخطائنا فين او مشاكلنا في انهي حته ونشتغل عليها بشكل تاني خالص. لكن ما نخلصش على جيل، ما نخلصش على مدربين، لازم ان احنا نقف نعمل فول ستوب كده ونشوف اخطائنا في اي حته ونشتغل عليها. اخطائنا في تجهيز نقدر نشتغل عليها، اخطائنا في تنظيم نقدر نشتغل على التنظيم، اخطائنا في مباريات نقدر نشتغل على المباريات. لكن احنا مش اخطاء في كل حاجه اكيد يعني عندنا خطا في حته ما، لكن مش اخطاء، ما عندناش اخطاء في اختيارات لعيبه، ما اعتقدش. عندنا من افضل اللعيبه اللي موجوده في الجيل دوت، ولكن عايزين شغل، عايزين استمراريه، عايزين متابعه، عايزين جلسات علاج مختلف عن الفترات اللي فاتت كلها. اتخيل ان هم يقدروا الفتره اللي جايه عندهم احلام. طب على فكره حضرتك معايا كابتن حسام بدري اتكلم في كنترول دلوقتي
وقال لهم ان هو كل التصريحات دي مش على لسانه، حتى التصريح اللي انا قلته بتاع ان الكابتن حسام في تصريح ان هو لو كمل ان هو كان يرحل، وانا قلت انا مش متاكد انه قاله، هو قال لا قاله ولا عمره هيقوله ولا عمره هيتكلم على لاعب. انا قلت لك صح، انا عارف كويس جدا ان الكابتن حسام بقول لك لم ولن يتطرق لاي لاعب من اللي شاركوا موجودين معه، هيقول اسبابه اللي مر بيها ومش هيتطرق للعناصر اللي موجوده. انا متخيل عنده من الوعي وعنده من الثقافه وعنده من الفكر ان اللعيبه دي، هو هيكتب لك انا متاكد ان هو يكتب في تقريره ان اللعيبه دي برضه هي مستقبل مصر، حصل اخفاق وحصل نتائج عكسيه لكن برضه هم مستقبل مصر، وان شاء الله انتظروهم برضه في المحافل اللي جايه باذن الله، ان شاء الله بشيء من التركيز والاصرار والعزيمه والرغبه والتنظيم والمتابعه والاعلام، كله يشتغل على نفس على المشروع اللي احنا بنشتغله دلوقتي. بقى عندنا مشروعين، الوصول لامم والوصول لكاس العالم. في عناصر من الموجودين اللي انت شفتهم دول واللي شاركوا مع كابتن حسام هيشاركوا وهيبقوا موجودين، والاصوات اللي بتنادي اقتلوا اذبحوا ابعدوا مش الكلام ده كله، ده مش 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 وارد جدا، لكن ان شاء الله اللعيبه عارف ان هي عندها مسؤوليه وعندها اصرار، هيساعدونا وان شاء الله هيمحوا الذاكره ديت، وان شاء الله يرجعوا مره ثانيه للمحافل الافريقيه والدوليه باذن الله. ربنا يوفقك يا كابتن ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه نبيه مدرب عام المنتخب الوطني. يعني اكدت الحقيقه مرارا وتكرارا واتكلمت 75 مره، ابتديت باتحاد الكره وقلت اتحاد الكره يشيل فاتوره الفشل كلها بغض النظر عنده اخطاء او ما عندوش اخطاء، ولكن هي دي سنه الحياه، هو المسؤول الاول عن الكره المصريه. اتكلمت عن اللعيبه وقلت ممكن تكون اللعيبه اخطات او اثرت كانت غير موفقه، ولكن قدامها فرصه ثانيه ودي لعيبه كبيره وهترجع ان شاء الله باذن الله اجمد مما كانت. اتكلمت على حسام البدري وقلت يعني الكابتن حسام بدري اسمه وتاريخ كبير، مش هنيجي باستيكا امسحه، حتى لو في النهارده عدم توفيق في بطوله يظل حسام البدري هو حسام البدري افضل المدربين في الوطن العربي، وهيرجع ان شاء الله باذن الله حسام بدري تاني سواء مع الانديه سواء مع منتخبات وعود ان شاء الله باذن الله من جديد. محدش بيكسب على طول ومحدش بيخسر على طول، ربما هناك اخطاء لربما الكابتن حسام يذكرها في تقريره، ولكن انا شايف الحقيقه احاديث كتيره جدا 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 وتصريحات كتيره جدا جدا، انا ما بقتش عارف منها ايه اللي مظبوط ومنها ايه اللي مش مظبوط. حتى التقرير كان بتاع كابتن حسام بدري ابتديت احس ان في يعني واحد يعني حد يطلع بجزء من التقرير، حد تاني يتكلم على جزء من التقرير، ولكن المعلومه المؤكده عندي ان التقرير هيطلع يوم الاثنين في جلسه خاصه كابتن حسام وكابتن حماده المصري مع الاستاذ جمال علام، وهيناقشوا الموضوع، ويظل حسام البدري اسم كبير ويظل اللعيبه اسم كبير. نرجع تاني للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيستعد وبقوه للقاء ان شاء الله باذن الله يوم الخميس، عمل معسكر ناجح في دوله الامارات وعمل لقاءات وديه، واعتقد ان باسيرو حط ايديه خلاص على اللعيبه اللي هيلعب بيها. النهارده كان الاهلي عنده لقاء ودي وعدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، قدامنا الصوره اهي كانت موجوده هناك، وهناك اخبار عن يعني اقتحام جمهور النادي الاهلي للمدرجات. كل مره بقول الخبر ده وارجع اجيب اي مسؤول يقول لي بالعكس احنا فتحناه لدخله عادي خالص، فالحقيقه بطلت اقوله يعني هو قدامي بس انا مش هقوله. ناخد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن، ربنا يخليك، كله تمام؟ الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. يعني كابتن الحقيقه الامور بتصير في النادي الاهلي بشكل هادئ، الدنيا ماشيه بشكل كويس، رجعتوا من معسكر الامارات الحقيقه يعني اديتوا معسكر كويس جدا، اديتوا لقاءات طيبه، اعتقد ان الراجل دلوقتي خلاص حط ايده على المفاتيح كلها بتهيألي. الحمد لله بنسبه كبيره جدا، يعني الحمد لله على كل شيء. يعني طبعا انت دايما في الاجهزه الفنيه او المدير الفني بتحاول تاثر دايما فتره التعارف، ما تاخدش فتره طويله قوي لان تمتد لفتره طويله قوي، عشان انت عارف بتبقى المباريات متلاحمه ومتقاربه، وبعدين بتلاقي نفسك اسبوع في اسبوع في اسبوع وهكذا. فعشان كده الحمد لله رب العالمين كان المعسكر توقيته كويس قوي بالنسبه لنا، والحمد لله استفدنا فيه على اعلى استفاده. والنهارده كان في تجربه للناس اللي ما اتشافتش بشكل كبير، انت عارف كان في برضو بعض الاصابات هناك، كان احمد فتحي ما شاركش بشكل كبير هناك ولا في المباراه الاولى ولا في المباراه الثانيه، صالح جمعه نفس النظام، ايفونا نفس النظام، احمد الشيخ نفس النظام، يمكن مجموعه من اللعيبه كانت مصابه يعني ما شاركتش لا في مباراه دبي ولا في الصفاقس، لكن ضروري جدا ان احنا نعمل تجربه النهارده، الحمد لله رب العالمين حققت اهدافها يعني. تمام كابتن سيد، معلش يعني حصل لحضرتك اسئله الناس بتتداولها، لا انا مقتنع بيها ولا انا متاكد انها ممكن تكون حصلت، ولكن يعني الحقيقه الاعلام الرياضي بيتداول وانا ما عنديش عنه اجابه. اول حديث، هل مصعد عوض
في أي وجهات نظر للخواجة عليه؟ في أي حديث عليه؟ في أي كلام عليه؟ في كلام إن هو محتاج جون؟ في كلام إن هو هيمشي؟ مصعد من الاجوان كويسة جدا، واللي انت عارف تجربة المنتخب الأولمبي لما يبقى فيه دايما إخفاق عندنا في مصر أو فيه انتصار عندنا في مصر، يا بنطلع الناس السماء يا بنزلها سبع أرض يعني، وده وضع طبيعي في الحالة المصرية في الكروية في الفترة العشر سنين اللي فاتت يعني، أو يمكن حتى من زمان يعني، فوضع طبيعي جدا الناس هتقعد تتكلم على واحد واثنين وثلاثة فطالما فيه إخفاق يعني، لكن على مستوى الواقع والمنطق يعني ده كلام مش منطقي إطلاق يعني. انت بتتكلم على حاله او الاثنين ولا ثلاثه تمام، وانت بشكل عام محددتش اساسا مين اللي انت محتاجه ولا مين اللي ممكن تعيره ولا مين اللي ممكن تبقى فرصه لعب قليله ولا مين اللي ممكن تبقى فرصه عشان تقول بشكل كبير يعني. فلسه لحد دلوقتي ما تشافش ناس كتير قوي، ولسه لحد دلوقتي فيه تجارب في الدوري، والكره فيها متغيرات كتير جدا يعني، بكره غير النهارده في الكوره، وبقى الاسبوع اللي جاي غير النهارده حتى في التقييم يعني. فان شاء الله الرحمن يبقى الدنيا تبقى كويسه بالنسبه لنا، لكن مش هتجهد نفسك كابتن سيف، ولا هتجهد نفسك بشكل كبير قوي اللي بيتقال في الجورنال ولا اللي بيتقال في المواقع ولا اللي بيتقال في الاعلام. انت ماشي في طريقك كده وبتفكر بشكل كويس، قد يكون بعض الاجتهادات على فكره يعني تبقى منطقيه، وقد تكون بعض الاجتهادات مش منطقيه وبعيده تمام. لا دي هتطلع تقول دي صح، ولا هتقول تصحح خطا، ولا تاكد على خبر، ولا حاجه خالص. طب هل الراجل يا كابتن قدر يقنع عماد متعب وتحدث معاه فعلا ان هو هيكون بديل الفتره الجايه وكده، وعماد اعتنى، ولا القصه دي برده مش موجوده؟ يعني في كده في الدنيا يعني، في حد ممكن يقنع؟ انا قلت لحضرتك قبل ما اسال ان انا مش مقتنع بيها. طيب ما ادري مش مقدره خلاص، انا اسالها ازاي؟ طيب يعني طالما ما فيهاش بعيد عن المنطق يعني، صعب جدا يعني. قصه مش موجوده يعني؟ لا طبعا في حاجه في الدنيا، انت هتقول لواحد انت بديل الفتره اللي جايه، او تقول لواحد انت هتاخد الفتره اللي جايه، ده ممكن تقولها من باب التحفيز لواحد ان انت هتشارك يعني بشكل كبير قوي، لكن العكس ما اعتقدش ان دي هتبقى، غير لو كانت عقاب بقى يعني، تبقى انت وبينك وبين اللاعب وتقول له لا يعني بشكل مباشر كده يعني، انت مستواك قليل قوي فمش هتشارك يعني. تمام. لكن ما اعتقدش ان ده اللوجيك خالص يعني. تمام. هل يا كابتن النهارده جمهور النادي الاهلي دخل عادي يعني، فتحت له مدخل عادي، ولا الاخبار بنقعد نسمعها برضه اقتحموا ودخلوا، ولا الكلام ده مش مظبوط؟ والله بص انت يعني برضه نفس الكلام، هم دخلوا قبلينا الناس يعني، دخلوا احنا لقينا تمرينيه، كان الناس اللي هي ما شاركتش كان لها تمرينيه الساعه 2، كانوا موجودين من الساعه 1:30، المدرج مقفول من الساعه 1:30 تمام يعني. عمليه اقتحام يبقى انت دخلت وبدات تلعب مباراه، وفي ناس بدات تدخل مظبوط، لكن الناس قاعده وتشجع يعني. لو عندك صور بدري شويه هتلاقي ان في مجموعه، انا شايف الباب مفتوح اهو، الناس داخله بمنتهى الادب ومفيش حاجه خالص صراحه يعني. في صوره دلوقتي قدامي، في تمرين كان الساعه 2 كمان، كان في تمرين قبل، في مجموعه ما شاركتش يعني في اللقاء خالص، وانا شايف المنظر جميل اهو يعني، جمهور ملتزم ومش شايف ان في اي حاجه الحقيقه. ما انا بقول لحضرتك انت تمرين الساعه 2 كان المدرج نفسه كله مقفول، وبيشجع الناس يعني، بيشجع اللعيبه اللي نزلت اتمرنت الاول، وبعدين استنى الماتش اللي كان 3:30 يعني، الجماهير موجوده من الساعه 1:30 او قبل كده بشويه كمان يعني. شايف يا كابتن ان خلاص يعني الاهلي زي ما بيقولوا كده يعني، الفتره اللي فاتت مع الاعداد دي ان شاء الله باذن الله يعني اتحط على الطريق بقى ويعود بقوه يعني، اول لقاءاته يوم الخميس ان شاء الله، ويبتدي الناس تبتدي تقيمه، ولا لسه محتاج وقت؟ لا احنا خلي بالك بس، احنا من اول يوم احنا انت عارف فريق كويس قوي بتشتغل عليه، لكن في الكوره يا كابتن سيف بتبقى في بعض الحاجات اللي فيها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى تمام، وفي بعض الحاجات بتبقى يعني التوفيق غايب عندك. اتمنى بس ان التوفيق يجي عندنا، لان هيكل فرقتنا موجود، الفرقه عناصرها كلها مكتمله، المركز فيه واحد واثنين وثلاثه قريبين جدا جدا في المستوى، ودي مقاومات البطوله، مقاومات المنافسه يعني تمام. يبقى حته التوفيق في بعض الاوقات او بعض المباريات يعني، فان شاء الله الرحمن يكون حالفنا باذن الله، والامور تبقى بشكل كويس. ثانيا بقى عايزين نرجع ثاني برضو يعني، وده برضو يعني دوركم بصراحه في الناحيه الاعلاميه، لازم الدنيا تبقى ترجع العجله تلف من جديد وترجع تاني من جديد، الناس كلها تلعب في ملاعبها، والناس كلها تلعب في الاستادات بتاعتها، وكل واحد ارضه وملعبه يلعب فيه، وترجع الحياه واحده واحده، حتى الجماهير لو هترجع واحده واحده يعني، كل حاجه تبدا يعني طالما باخد خطوه لقدام مفيش مشكله، حتى لو الطريق بعيد، لكن لازم اخد خطوه لقدام، لازم اخد خطوه بعد خطوه وهكذا، لكن ما بقاش واقف في مكاني يعني. هترجع ان شاء الله كابتن، سنه كابتن ان شاء الله باذن الله. كابتن عمرو جمال، عماد متعب، حسين سيد، هل في عروض خليجيه فعلا، ولا الكلام ده مقفول في نادي الاهلي الفتره الجايه؟ والله بص انت عندك دلوقتي مباريات دوري، لا اللي هستحمل حد يقول لي انا عندي مش عارف عرض خارجي ولا عرض داخلي ولا عرض اي حاجه خالص، طول ما مفيش عرض رسمي، لو في عرض رسمي انا هجيب اللاعب على فكره وهتكلم معاه حتى مع احتياجي الشديد ليه
هو ده احترام للاعب وتقدير ليه ان في عقد جاي لك، لكن انت كمان ملتزم معايا بعقد يعني. تمام ان شاء الله باذن كل ده ما جاش، ما فيش حاجه جات خالص يعني. ربنا يوفقك كابتن ان شاء الله باذن الله، ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، والتوفيق ليك على المستوى الشخصي. بشكرك شكرا جزيلا كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. الزمالك بيرفض نقل مباراته للدفاع الجوي، اتحاد الكره بيطلب اعتماد استاد القاهره للمنتخبات، ومعسكر المنتخب من 20 ل 25 جمهور الاهلي موجود في اللقاء الودي النهارده. الاهلي يحتوي مشاكله بالجلسات الخاصه، وطاهر يناقش مع زيزو الصفقات الشتوية، وبكرة إن شاء الله بإذن الله إنهاء خلافات النادي الأهلي داخل مجلس الإدارة، جلسات خاصة كل اثنين بيقعدوا مع بعض، ويوم الاثنين في مجلس إدارة النادي الأهلي. أعتقد أنه هو حل الأمور فيه هتكون هادئة. نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا ونجمنا يعني متأهلين للأولمبياد. هنعمل بعد كده سلسلة حلقات إن شاء الله بإذن الله عن نجومنا المتجهين للأولمبياد ريو دي جانيرو. الرياضة مش كورة وبس، الرياضة ألعاب أيضا فردية. معنا أستاذ محمد المتوكل مسؤول لجنة التحكيم الدولي بالسلاح، ونجمة الرماية هدير مخيمر، والأستاذ خالد العوضي مدير بطولة الأمم الأفريقية لليد والمؤهلة للأولمبياد إن شاء الله بإذن الله، والاسم الأقوى الأشهر داخل الرماية مصطفى حمدي صاحب 4 أولمبياد مشاركة في 4 أولمبياد وبطل مصر، وحديث كبير جدا عن الرماية وعن اليد وعن السلاح وعن الألعاب الفردية وعن التأهل الأولمبياد، فرص مصر في الأولمبياد إن شاء الله بإذن الله مع ضيوفنا ونجومنا، ولكن بعد الفاصل. الرياضة مش كرة وبس، الرياضة مش كرة وبس، الرياضة مش كرة وبس، في كتير ألعاب ونجوم، كاراتيه وملاك موجود وسباحين ونجوم، كاراتيه وملاك موجود وسباحين ونجوم، وسباحين ونجوم. لم يكن خروج المنتخب الأولمبي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية سيئا في كل جوانبه، بعد أن ألقي الضوء على العديد من المظاهر الإيجابية الأخرى في باقي الألعاب والاتحادات المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية أو تلك الساعية لحجز إحدى بطاقات التأهل عن القارة حاليا. وحتى يتحقق حلم الملايين في الصعود مجددا إلى منصة التتويج بريو دي جانيرو 2016 حيث الدورة الأولمبية، علينا أولا معالجة ما نواجهه من مشاكل وتحديات وتصفية الأجواء وحشد الدعم الشعبي اللازم وراء العديد من النجوم المتأهلين بالفعل للبرازيل بعيدا عن إخفاق المنتخب الأولمبي. ويبدو اتحاد الرماية من أبرز الاتحادات المتأهلة والتي حجزت مقاعد كثيرة لمصر في بعثة الأولمبياد، يترقب الجميع ما سيسفر عنه برنامج إعداد الرماية المصرية في الدورة الأولمبية. وفي السلاح يبدو الأمر أسوأ مما يتوقع المتشائمون بعد الخلافات والمواجهات القوية التي ضربت الاتحاد في الفترة الأخيرة، وأدت إلى تراجع علاء أبو القاسم المرشح للحصول على ميدالية في الترتيب العالمي، وفرضت العديد من المخاوف من فشل اللعبة في الظهور بالبرازيل تحت أي ظرف. وفي اليد يبدو التحدي الكبير لمنتخبنا الوطني خلال بطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب والمقرر إقامتها في مصر يناير المقبل، ويسعى أولادنا للفوز ببطاقة التأهل عن القارة والتواجد في العرس الأولمبي الكبير. ماذا ينتظرنا في ريو 2016؟ وهل نجد من يصعد للحصول على ميدالية تحافظ على تواجدنا وسط الكبار؟ شوفوا أبطال بلدنا، شوفوا يا مصريين، مش كل حاجة الكورة، عندنا أبطال تانيين، مش كل حاجة الكورة، عندنا أبطال تانيين، عندنا أبطال تانيين. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم في فقره الحياه جديده، وسلسله حلقات هنعملها قبل الاولمبياد القادمه عشان نعرف في الشارع الرياضي ان احنا عندنا ابطال، علشان نحفز ابطالنا، علشان نحل مشاكلنا، العالم كله ينظر لنا الحياه بشكل مختلف في الالعاب الفرديه. برحب بضيوفي ونجومي النهارده الاستاذ محمد دكتور محمد المتوكل مسؤول لجنه التحكيم الدولي بالسلاح، شرفنا فن النهارده. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازمات كثيره في اتحاد السلاح. جدا جدا. طيب مش متفائل حضرتك خالص. كابتن خالد العوضي طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر سابقا ومدير البطوله الافريقيه اللي جاي مشرفنا فن النهارده. ربنا يخليك يا كابتن سيف. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الناس كلها املها ان شاء الله البطوله اللي جايه دي ان هي يعني فرقه اليد تتاهل ان شاء الله.
باذن الله طبعا، يعني كل مصر بتتمنى ده، بنشوفه في الشارع، بنحس واحنا لسه بننظم، الناس بتتابع معانا. يا رب باذن الله نتمنى ان منتخب مصر يوصل ويحقق الامنيه اللي احنا كلنا عايزينها ان شاء الله باذن الله. بطله مصر طبعا والمتاهله يعني للبطوله الاولمبياد امل مصر في اولمبياد ريو دي جانيرو، هدير مخيمر مساء الخير. مساء النور، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. تمام، فخوره يعني بحاجاتك، ميدالياتك وبطولاتك. اكيد طبعا. كنت يعني بتحلمي ان انت تتاهلي الاولمبياد؟ انا تاهلت الاولمبياد السنه اللي فاتت الناشئين، والحمد لله جبت ميداليه ذهب، وكنت برضو بحلم ان انا اتاهل ريو، والحمد لله اتاهلت ان شاء الله باذن الله. هيكون معانا حديث النهارده معاكي طويل. طبعا نجم مصر كابتن مصطفى حمدي، تاريخ كبير في الرمايه، 4 اولمبياد كان موجود فيهم، بطل مصر، بطولات افريقيه، حاجات عديده جدا الحقيقه. لسه بقول له يعني لو جاب ميدالياته كان يعني هيفرش على الترابيزه. كابتن مصطفى مشرفنا النهارده. اهلا مساء الخير، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. يعني 4 اولمبياد شاركت فيهم، والاولمبياد دي الموقف غامض، الناس كلها يعني كنا بنتكلم وبنحضر قبل ما انت تخش. دلوقتي عزمي حلبه خلاص مكان صوته في الاولمبياد اللي جايه، البطوله الافريقيه انت كنت داخل الفاينل الاول، فرانكو اخذ البطوله كده، فرانكو اتاهل. الرولز بتاعت الاتحاد الدولي مختلفه، قاعدين بنسال هل كده المكان الثاني فرانكو، هل المكان الثاني انتوا بتصفوا عليه انتوا الاثنين؟ لا، هو المكان الثاني طبعا الكتل، يعني اول مبروك لكابتن فرانكو، عمل انجاز برده في الذهبيه بطوله افريقيا اللي فاتت. احنا عادة عندنا الرول بتاعنا ان الكوتا بتبقى للبلد، يعني في البطولات الافريقية وكده. احنا قبل الفاينل الحمد لله احنا الاثنين الوحيدين في افريقيا، الكوتا حسمت لمصر قبل ما نلعب الفاينل، لان احنا الوحيدين اللي حققنا الارقام المؤهلة للأولمبياد. يعني في الفاينل الحمد لله برضو خدنا ميدالية ذهب فرانكو، ميدالية برونز انا، وربنا وفقنا. وعندنا بقى اعداد الفتره اللي جايه، هنشوف مين الاصلح ان شاء الله باذن الله يبقى هو الماس المصري في الاولمبياد. يعني كده عزمي حلبة خلاص هو كوتا ببطوله عالم، فهو صاحب الكوتا هو اللي هيسافر بيها. يعني الكوتا الثانيه في الرمايه، في رمايه الخرطوش. ده بيبقى قرار من المجلس، يعني مجلس اداره اتحاد الرمايه واخد القرار ده، بما ان عزمي خد الكوتا من بطوله عالم. فطبعا ده تكريم لي وتكريم لمصر ان هو هيمثل مصر في الاولمبياد بناء على الكوتا اللي خدها في بطوله العالم. الكوتا الثانيه انا كان بيكلمني كابتن ادهم النهارده، شرح لي بقى الموضوع، لان يعني كنت برضو محتاج افهمه منه كويس عشان اللوائح بتاعت الاتحاد، وشرح لي قال لي لا، ان في 3 بطولات دوليه قبل الاولمبياد هيشارك فيها، هيبقى فرانكو وانا اعتقد في حد ثالث او لا لسه مش عارف، بناء بقى على نتائج الثلاث بطولات اللي جايين اللي هم كانت الدوليه بطولات عالم قبل الاولمبياد هيتحدد المكان مين اللي هيشارك بهماس المصري. ممتاز. السلاح كانت كل الناس عندنا حلم كده، عندنا بطل اولمبي يعني علاء ابو القاسم، وكانت كل الناس متوقعه ان هو هيتاهل، وكل الناس تامل ان هو يبقى موجود في الاولمبياد القادمه. المفاجاه الحقيقه المدويه ان هو ما تاهلش لحد دلوقتي. هو في دلوقتي اسباب كتير طبعا لعدم تاهله حتى الان. هو هيتاهل كده كده لان مصر هتتاهل فرق، لان طبعا مصر بترتيبها الافريقي بتتاهل فرق، لان احنا جاست اللي احنا بنلعب بطولات بناخد نقط، فاحنا البلد الوحيده في افريقيا بنلعب بطولات فرق، فمتاهلين 4 لعيبه. فعلاء هيلعب ان شاء الله، لكن كترتيب النهارده دولي فردي هو مش هيلعب فردي، لكن هيلعب بمناسبه ان هو متاهل فرق فهيلعب فردي. دي اول نقطه بالنسبه لتاهيل. يعني ايه فندم مش هيلعب فردي؟ يعني في الاولمبياد هيلعب فردي ما يروح؟ لا مش متاهل. هيلعب فردي. هيلعب فردي لكن مش متاهل من ضمن الناس المتاهلين. بس مش هتبقى وحشه يعني، هتبقى طبعا ما فيش امل وما فيش فرصه ان ما هو يروح بالوضع ده، يعني لازم بطل زي ده يروح وهو متاهل فردي او جايب الكوتا فردي. ايوه برافو على حضرتك كده، ده المفروض. وبعدين المفروض يكون ترتيبه كويس عشان يقدر يلعب لعيبه كويسه يعني اقل منه في المستوى عشان يوصل. النهارده ترتيب على 34 على العالم، بعد ما احنا مسلمينه للاتحاد الحالي الثاني او الثالث على العالم. احنا عملنا معاه ميدالية. انت حضرتك كنت في الاتحاد اللي موجود في الاتحاد اللي فات رئيس اللجنه الفنيه ومشرف مشروع التميز بتاع علاء. تمام. ايه السبب يا فندم؟ السبب دلوقتي اول حاجه ان اللاعب اولا عالجوه غلط، هو ما كانش عنده اصابه، كان عنده شويه مشاكل في العضلات بتاعته، ودوه امريكا عالجوه غلط. بعد كده اللاعب طلب مشوا المدرب بتاعه البولندي، جابوا مدرب اخر، برده مش فاهمين الاسباب ايه. بعد كده تفضل الاتحاد بعت اللاعب بقاله سنتين قاعد في فرنسا. انت متخيل حضرتك ان بطل اولمبي بيخسر بطوله افريقيا 3 سنين من لعيبه جزائريين وتوانسه عايشين معاه في نفس النادي، 3 سنين بيخسر بطوله افريقيا اللي مقامه في مصر منها سنتين. يعني البطوله اقيمت في مصر سنتين. فاللاعب على حساب مين يا فندم؟ على حساب مصر.
في فرنسا. والمفاجئ لما سيادة الوزير لما عرف الكلام ده بعت له من حوالي شهر قبل بطولة طوكيو باربع ايام. والغريب يعني وجي مصر وقف البرنامج التدريبي بتاعه وطلع من هنا على طوكيو خرج من دور ال 128 في كاس عالم. فالنهارده احنا مفيش تنظيم مفيش ليه خطه، الاتحاد ما يعرفش هو بيعمل ايه، الولد لوحده في فرنسا. ايه احنا من دور 128 ده فين ده؟ ده اول يوم اول يوم ما لعبش تاني. انا في مجال الرياضه اصلا ما سمعتش عن دور 128. احنا عندنا 256 و128 فهو ما لحقش يلعب. المشكله كمان ان الاتحاد معرض هيجمد نشاطه. يتجمد نشاطه لان طبعا ما فيش لائحه حتى الان وفي مشاكل في مجلس الاداره. سياده الوزير عارف كده والاتحاد ما عملش اللائحه لغايه دلوقتي. وجاله جواب من سياده الوزير، جاله جواب من الاتحاد الدولي بان هو هيوقف نشاطه في خلال شهرين لو ما جاتش اللائحه. وجي جواب من الاتحاد الافريقي بهذا الموضوع. والاتحاد حتى الان ما فيش اجتماعات بقاله 5 اشهر من الخلافات. والسيادة الوزير ما فيش اي قرار وما فيش اي اجراء بياخده مع الاتحاد. طب هنعرف الموضوع بالتفصيل برضو من سيادة الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. مساء الخير يا فندم. اهلا كابتن سيف، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فندم، ازاي حضرتك؟ الله يخليك. يعني الحقيقه ابتدينا كده نعمل سلسله حلقات على الالعاب الفرديه وهنحاول يعني نوعي الناس شويه، نحاول نزق ابطالنا، نقول للناس في الشارع الرياضي ان في حاجات تانية غير كره القدم، ان مصر عندها ابطال كتير جدا. فكنا لسه الحقيقه بنتكلم، يعني انا معايا الحقيقه ابطال رمايه شيماء ومصطفى، ومعايا كابتن خالد العوضي في رد، ومعايا استاذ محمد كلفاء السلاح، وكنا بنتكلم على الالعاب الفرديه. حصل حضرتك سؤال في البدايه عن السلاح، احنا فعلا في السلاح يا فندم معرضين ان الاتحاد يتجمد؟ لا يا فندم، كلام غير دقيق. تمام. طب ايه يا فندم المظبوط؟ يعني الاتحاد ما فيش مشكله، ما فيش حاجه، سمعنا ان كان في مشكله في احد الساده الاعضاء عضو في الاتحاد الدولي. احنا سالنا في هذه الاستفسار، كلمنا اللجنه الاولمبيه وكلمنا الاتحادات الدوليه. فيعني هي مشكله داخليه في الاتحاد بس الناس بتحاول تنقلها لبره. وانا بس كل يعني رجائي لكل جماعه اعضاء الاتحادات، يبقى في مشكله داخليه ما ننقلش مشكلنا لبره. تمام. طب لو مشكله داخليه نخليها داخليه، ليه ننقلها لبره؟ تمام. برضه الاتحاد الدولي في اي لعبه ممكن يجي يقول حاجه الا اذا كان في شكوى رايحه من هنا؟ لا طبعا، لازم من هنا. لازم من هنا. اذا كان اللي موجودين من هنا كلهم اعضاء اتحاد مختلفين مع بعض في عمل اللائحه، واحد شايف ان دي لائحه واحد كلها حاجات بسيطه يعني ما ترتقيش ان احنا نخش في مشاكل مع بعض. تمام. بالنسبه لفندم العدد المؤهلين حتى الان يعني 50 لاعب، وفي ان شاء الله باذن الله منتظرين لاكثر من 90 لاعب تاني. هل في برنامج معين يعني بالتنسيق حضرتك مع اللجنه الاولمبيه للابطال دي؟ هل في وعود من الاتحادات دي ان في فرص كبيره لعدد كبير من اللعيبه ان هي تحرز ميداليه ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه؟ بص يا كابتن سيف، طبعا في عدد كبير الحمد لله متاهل. لاول مره بيكون عندنا تاهل من الترتيب العالمي مش من البطولات الافريقيه، لكن لازم نقول بوضوح شديد ان في منافسه شديده، كل الدول بتستعد، كل الدول عندها ابطال كتير، احنا مرشحين في بعض اللعبات من ضمن المرشحين، لكن ليس معنى هذا بالمئة في المئة ان احنا نقدر نحقق الميداليه. هي هتبقى فيها توفيق من اللاعبين المرشحين، لكن الحمد لله احنا من ضمن السته الاوائل المرشحين. السته الاوائل المرشحين ثلاثه منهم بيحصلوا على ميداليات وثلاثه لا. نتمنى باذن الله ان احنا نكون ابطالنا من اللعيبه المرشحين. عندنا لعيبه كتيره جدا بتتقدم بشكل كبير الحمد لله، متوقعين ان هم لما يوصلوا للاولمبياد في شهر 8 القادم يكونوا من الثلاثه الاوائل المرشحين. لكن ده برضه ما يمنعش يا كابتن سيف ان احنا دي رياضه، والتوفيق يوم المباراه او اثناء الثلاث اربع ايام بتوع المباريات مهم جدا. احنا كل ما نفعله ان يتم التعاون مع اللجنه الاولمبيه، نستعد احسن استعدادات مع اللعيبه ومع الاتحادات ومع اللجنه الاولمبيه عشان لعيبتنا تكون في احسن فورمه ليها وقت البطوله. تمام. نتمنى من ربنا انه يوفقنا. طب يا فندم برضه كل اللي نقدر نقوله عندنا فرص. ايوه عندنا فرص، لكن كمان دول اخرى عندها فرص، فلابد ان احنا نستعد ونبذل اقصى مجهود ونركن خلافاتنا على الجنب. تمام. برضه يا فندم دايما وقت كلام نتكلم فيه عن خلافات، ومش 7 اشهر نتكلم على خلافات لائحه ومش لائحه، ده كلام مش وقته. تمام. كابتن علاء السيد كان عندي، علاء ابو القاسم كان عندي في مكتبي، وانا شخصيا استقبلته 4-5 مرات مع مدربه الاجنبي، وساعدناه في كل حاجه وبتساعده في كل حاجه، متوقعين منه باذن الله نتيجه كويسه. وكان عندي في وسط مجموعه من اعضاء مجلس اداره برئاسه المهندس تامر، وهو شخصيا وهو مدربه اتكلموا معايا انا شخصيا اكثر من ساعتين. هم طالبين ايه ويعملوا ايه، وفرنا له كل اللي احنا كل بقى مرجوه من الساده الموجودين والساده الاعلاميين
ومن الساده الرياضيين ان احنا نركب خلافاتنا جامدين دلوقتي ونركز كلنا ازاي نحط لاعبتنا في احسن شكل ممكن. تمام. كل الخلافات دي تتحل. تمام. كل الامور دي تتحل. لائحه الاتحاد مش هي اللي هتكسب على الاساس. لائحه الاتحاد دي عشان بيعدوها عشان الانتخابات بتاعه شهر 9. فنخلينا ممكن نشتغل على اللائحه زي ما احنا عايزين، احنا ادينا كل الحريه ان الاتحادات تشتغل على اللائحه. طيب في ناس بتقول لك الميثاق الاولمبي واحنا عايزين نعمل اللائحه. والوزير فين؟ مش عارفين نعمل اللائحه. الله، انتوا مش عايزين الوزير يبعد عشان تعملوا لائحه. ليه راجعين للوزير تقولوا له مش عارفين نعمل لائحه؟ المفروض يا كابتن سيف حضرتك عضو الاتحاد لما يكون اتحاد الكره عايز يعمل لائحه ما يطلبش الوزير انه يتدخل في اللائحه. لا طبعا، بس لازم الوزير يعتمدها بعد كده يبعتها للاتحاد الدولي بتاعه. لكن مش هيعتمدها قبل ما تتعمل. اه مظبوط يا فندم. طب الاتحاد المنتخب مش عارف يعمل لائحه، طب مطلوب الوزير انه يدخل يعمل لائحه؟ مطلوب الوزير يحل الاتحاد؟ طبعا لا، لكن الوزير تدخل. لا طبعا، ولا سلطه وزير حضرتك. والناس لازم تفهم ان الهيئات الهيئات لازم تبقى مستقله. تمام. طب يا فندم عندي لا انا استاذن حضرتك، عندي ملف تاني مهم جدا وهو برضو عامل لنا مشكله بقاله فتره، وهي المكافئات. يعني دايما اللعيبه بتاعتنا لما بتطلع حتى في ابطال العالم او في الاولمبيات وبياخدوا ميداليات، ما عدا طبعا الكوره في يعني في مصر وفي العالم كله، الامور في العالم مختلفه، بتبقى في يعني مكافئات مجزيه. النهارده اما لعيب ياخد ميداليه بيبقى وضعه مختلف. دي ممكن يا فندم بصينا لها او دي عندنا لائحه يا فندم وموجوده من الساده الوزراء القبليه مثلا اللي حاططها بمليون جنيه مكافاه اللي بيحصل على ميداليه ذهبيه في الاولمبياد. دي لائحه موجوده. ممكن نشتغل عليها، ممكن اللجنه الاولمبيه تطالب ان احنا نزود، ما عندناش اي مشكله، نفكر ونبحث. انما اللائحه اللي موجوده دلوقتي هي مليون جنيه للعيب اللي بيحصل على ميداليه ذهب، 750,000 للميداليه الفضه، و500,000 للميداليه البرونز. ممكن اللجنه الاولمبيه تقول لي دي مثلا ما بقتش دلوقتي، بقت ممكن نزودها شويه، ممكن نخليك تدرس. ونتمنى كابتن سيف ندي 2 و3 مليون جنيه كمان للميداليه الذهب، يا ريت بس ابطالنا تجيب ميداليه ذهب. وانا بقول لحضرتك ان المليون ده هتوصل 5 وتوصل 10. ممتاز. حد مننا الله يجيبه ميداليه ذهب. سؤال ثاني اخير، لابد ان نكون عارفين ومتاكدين 100% ان وزاره الشباب والرياضه مش متاخره في جنيه واحد لاي اتحاد من الاتحادات ولاي لاعب من اللعيبه. وإذا كان هناك في تأخير يا ريت يقولوا لنا، احنا مش عندناش مشكلة، أو حد قال لو عندي تأخير هنجري بسرعة عشان ندفع الفلوس للمعسكرات وللتدريب وللبطولات. تمام. واحنا عارفين جدا إن الوقت حساس وإن الوقت ضيق وإن اللي فاضل لنا بالظبط 8 أشهر إلا 7 أيام على بداية الأولمبياد. تمام. فاحنا عارفين كل دقيقة مهمة قد إيه، وبنتصل بالاتحاد باللجنة الأولمبية والاتحادات نقول لهم عندكم أي تأخير في أي حاجة أرجوكم قولوا لنا نساعد إزاي عشان اللعيبة تبقى مستعدة. احسن حاجه. تمام. سؤال اخير يا فندم. سؤال اخير يا فندم، ملوش دعوه بالرياضه خالص الحقيقه، ولكن شاغل كل الاعلاميين والراي العام. هل يا فندم في جلسات فعلا مع مجموعه الرياضيين دخلوا البرلمان على لجنه الشباب والرياضه؟ القصه دي بتتداول فعلا او فيها حديث، ولا القصه دي الوزاره ما لهاش علاقه بيها خالص؟ بص يا كابتن سيف، احنا زوج باسامينا في حاجات كتيره جدا ليها علاقه بترشيحات لجنه الشباب والرياضه. تمام. واقسم لحضرتك ان وزاره الشباب والرياضه لا رشحت ولا اتكلمت في هذا الامر باي شكل من الاشكال. تمام. لكن هنفترض النهارده يا كابتن سيف ان احد الساده النواب اللي نجحوا رئيس نادي او رئيس مركز شباب او عضو مجلس اداره اتحاد او ايا كان من الناس الجميله اللي نجحت اللي الشعب اختار، اللي اخترناه الشعب المصري اختار نواب. تمام. وطلب انه يقابلنا او طلب انه يجي في زياره، هنقول له لا والله حضرتك ما تجيش؟ لا طبعا، تشرف كل حاجه، دول نواب الشعب. طبعا. وبيجوا لنا مجموعه من النواب وخمسه سته من نواب الشعب، صدقني ما بقاش عارفين منهم كتب رغبته الاولى شباب ورياضه ولا لجنه التشريعيه ولا لجنه حقوق الانسان، ما نعرفش. واحنا قاعدين معاهم بنتكلم في الامور العاديه خالص هم ممكن يطلبوها. حد بيقول لي انا على فكره قدمت شباب ورياضه، وحد بيقول لي انا ما قدمتش. وعلى فكره انا بكتشف حاجات غريبه جدا، في بعض الناس ما هماش رياضيين بيقول لك احنا قدمنا شباب ورياضه. طبعا. وفي بعض الناس الرياضيين بيقول لك احنا ما قدمناش شباب ورياضه، احنا قدمنا حاجات ثانيه. مظبوط. رئيس نادي حلوان العام المهندس اسماعيل بيتقدم باي حاجه ثلاث رئيسات بس هو مش رياضه. الكابتن طارق السيد رئيس النادي الاولمبي هو احد الناس اللي ما خدش ولا رغبه شباب ورياضه. ولو فتح في ناس ما هياش نادي ولا فوائد دول اللي بترغب بولاد. مظبوط. احنا لا نتدخل في كده، نحتاج نفكرنا كويس ولا نتدخل في هذا الامر. طيب، واضح ان هو قطع. بشكرك شكرا جزيلا سياده وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبد العزيز. اتفضل. اولا سياده الوزير، انا اتشرفت طبعا ان حضرتك رديت على الكلام اللي احنا قلناه، بس انا بقول لحضرتك ان اول حاجه اللي سيادتك قعدت معاه ده مش مدرب علاء السيد، ده مدرب منتخب مصر. علاء السيد مدربه فرنساوي،
حضرتك قعدت مع المدرب آدم بازونيسكي مدرب منتخب مصر، علاء محترف قاعد في فرنسا سيادتك بقاله سنتين مدرب فرنسا، علاء ابو الاسم يعني. علاء ابو الاسم دي اول نقطه. تاني نقطه سيادتك، هي مش خلافات، احنا مش عايزين نصعد الخلافات وما عملناش خلافات، احنا لجأنا لسيادتك وللجنه الاولمبيه، في جواب عند سيادتك وخطاب موجود من اللجنه الاولمبيه او وصل اللجنه الاولمبيه من الاتحاد الدولي انه هيجمد النشاط لو ما جاتش اللائحه، وجاء لسيادتك جواب من الاتحاد الافريقي وهوصلهم لسيادتك تاني بنفس الموضوع، بخلاف ان الاتحاد حتى الان تخيل سيادتك انه ما عملش الجمعيه العموميه، ويحق لسيادتك كسيادة الوزير انك تحل الاتحاد لانه ما عملش جمعيه عموميه عاديه 30/6 ل30/7، ازاي بيصرف يا فندم؟ ازاي الصرف؟ لا توافق على الميزانيه اللي فاتت ولا في ميزانيه جديده، حضرتك انت متخيل الاتحاد بيصرف ازاي؟ منين؟ الجمعيه العموميه ما تعرفش ايه اللي بيحصل، مش ممكن تكون الميزانيه مش مظبوطه، مش ممكن تكون الميزانيه سليمه، مش ممكن في اخطاء في مشاكل، سيادتك حضرتك ساكت على اتحاد مش مهم اللائحه زي ما حضرتك قلت ونشيل الخلافات على جنب. اصل وزير حضرتك ما يقدرش يحل غير بجواب من الاتحاد الدولي. ماشي يا فندم، مش سلطاته، مش قصدي، بس انا في جمعيه عموميه، انا كوزير رياضه النهارده وعندي اتحاد ما عملش جمعيته من 30/6 ل30/9، الجمعيه العموميه تطلب يا فندم من صاحب ثقه، تطلب جمعيه عموميه غير عاديه وتسحب ثقه. اصل في حضرتك ملف مهم جدا الناس فاهمه زي زمان ان وزير الشباب والرياضه ده يعني يؤمر فالناس تنفذ، ما عادش الكلام ده. طيب. النهارده كل اتحاد بيتبع الاتحاد الدولي، النهارده حضرتك اي واحد جيب جمعيه عموميه هي سلطه الجمعيه العموميه، لا يقدر النهارده حضرتك الوزير يحل اتحاد ولا يقدر يحل نادي، ده العمل مؤسسات، دي حاجه عشان السنين، عشان الناس يعني اللي عانينا منه في السنين كلها ان يجي وزير يحل او يجي وزير ياخد قرار ونعين ونمشي بالقصه دي. فهو ده يعني حساس حضرتك، بس سريعا نرجع للوزير تاني. مهندس خالد مساء الخير. مساء النور يا فندم، حضرتك بتسالني على لجنه الشباب والله. يا فندم اتفضل مع حضرتك، الخط قطع بس انا كل بقول لحضرتك باكد لحضرتك ان وزاره الشباب والرياضه فعلا تعرف دورها كويس قوي، دورنا في ترشيحات للجان الشباب والرياضه ده مش دورنا نهائيا، بالعكس احنا بنحترم اي قرار اتخذ الشعب المصري باختيار نوابه، لكن بصراحه شديده كابتن سيف برضو احنا بيجي طلبات لبعض الساده النواب الشعب للقائنا، مثلا في مجموعه من بورسعيد هتقابلنا اهلا وسهلا، مجموعه من القاهره اهلا وسهلا، مجموعه من الوادي الجديد اهلا وسهلا. لما بنلتقي مع مجموعه من الساده النواب، في بعض الساده النواب بيقولوا لنا ان احنا مرشحين نفسنا للجنه الشباب والرياضه في مجلس الشعب بالتوفيق ان شاء الله وربنا يوفق ان شاء الله. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه غريبه جدا يا كابتن سيف، او مش غريبه يعني هي ملحوظه لاحظناها، ان بعض الساده الرياضيين لم يتقدموا نهائيا لجنه الشباب والرياضه. طبعا اديك مثل يعني المهندس اسماعيل نصر الدين رئيس نادي حلوان العام، ثلاث رغبات بتوعه ما فهمش شباب والرياضه. الكابتن طارق السيد رئيس النادي الاولمبي، العميد ثروت سويل، الثلاث رغبات بتوعه ما فهمش لجنه الشباب والرياضه. وممكن نفاجئ ببعض الناس الثانيه، يمكن يكون احنا مش متوقعين ان هم يقدموا، يقولوا لا احنا قدمنا رغبه اولى شباب والرياضه. احنا لنا نتدخل في هذا ونعرف دورنا كويس قوي ونحترم اختيارات الشعب المصري اللي اختار نوابه، ونعرف تماما ان نواب الشعب منتخبين علشان يراقبوا على عمل الحكومه ويسنوا التشريعات الجديده، واي اختيار يختاره الشعب المصري ونواب الشعب المصري للجنه الشباب والرياضه اهلا وسهلا، وعلينا ان نلتزم بهذا الاختيار، وعلينا ان نتقدم باي طلبات يطلبوها او اي استفسارات يطلبوها لابد ان نوضحها لهم بالكامل جدا، لان هم اختيروا من الشعب المصري لاداء هذا الدور، فدي واضحه جدا. طبعا كلام محترم جدا يا فندم، انا اسف على الاطاله وبشكر حضرتك. يا فندم تحت امرك، احنا تحت امر حضرتك في اي وقت، وبنشكرك على متابعه الامور، والدور اللي حضرتك بتلعبه دور مهم جدا يا كابتن، لان احنا فعلا محتاجين نلقي الضوء على العاب كثيره جدا شبابنا بذل فيها مجهود كبير جدا وبقى مؤهل للدوره الاولمبيه، ونتمنى باذن الله ان يسعدوا الشعب المصري ويحققوا نتائج كويسه ان شاء الله. يا فندم بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سياده الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. هرجع لحضرتك تاني، بس هروح سريعا لليد، ويعني امل مصر في الالعاب الجماعيه، مظبوط كده؟ مظبوط. عندنا فرصه ولا حلم صعب؟ ان شاء الله عندنا فرصه كويسه باذن الله، فرصتنا عشان بنلعب في ارضنا وسط 16000 متفرج، الاهتمام من الدوله كلها، المهندس خالد عبد العزيز موفر الامكانيات فعلا زي ما هو بيتكلم كده. موافقه جمهور؟ توكلنا على الله، الجمهور موجود جوه ارض الملعب، عملنا لهم سيستم جديد بنطبقه لاول مره ان شاء الله باذن الله، يكون ده عوده الجماهير لاستاد القاهره نفسه الكوره. سيستم عباره ان انت بتشتري تذكرتك وبتاخد الاي دي بتاعك، البطاقه والصوره وكل حاجه، بنطلع البرينتنج ده بنعمله وبندخل اتنين مع بعض في الاخر، بنشوفهم على الباب، بنعمل اتنين تشيك بوينت على الباب، اتنين كنترول اولاني كنترول تاني، بحيث ان انت تقول داخل عارف مكانك فين بالساين نفسها من اول. حضرتك الامن داخليه ولا مستعين بشركه امن؟ اتنين مع بعض. بص انه ايه، مش هنستعمل امن الداخليه في وقت من الاوقات، احنا في محاضر في وقت تنسيق بيننا وبين وزاره الداخليه، معانا منسق اللواء نبيل هلال هو المنسق بيننا وبين وزاره الداخليه، والمنسق بتاعنا كابتن طارق الدروي، بيقعدوا في جلسات عمل مع بعض
القصه كلها ان الداخليه تاخد الابواب كلها من بره، وهي لازم الجمهور هو داخل لازم تقابل المواضيع، مش مواضيع تفتيش لكن مواضيع ان هي لازم يعدي متفجرات سلاح سكاكين كل عارف الحاجات دي كلها هي الممنوعات، واللي احنا كاتبينها لكل الناس على ظهر التيكت بتاعتنا ان دي ممنوعه تخش الاستاد، نويها هنغفل دور الشرطه في ده. النقطه الثانيه تخشوا على المتطوعين، ثالث اخر كنترول على الابواب هو الكنترول الاخير قبل ما تخش الصاله نفسها، ودي كنترول شركه الامن، وجوه الصاله المغطاه كنترول شركه الامن تماما وليس الداخليه ليها دخل. التلفزيون المصري هيذيع البطوله يا كابتن. المهندس خالد عريس خلص الوقت دي ده بصراحه كابتن سيف، يعني بص التلفزيون المصري بعد وقت كتير كل الماتشات بتاعتنا دايما تطلع على المشفر او على بين سبورت، قدرنا ناخد الثمان ماتشات بتوعنا، وحتى المهندس خالد واحنا بنمضي العقد مع الشركه الراعيه او الشركه الراعيه هي كانت موجوده ساعه امضاء العقد بيننا وبالاتحاد الافريقي، قالها صراحه، قال له احنا نوي البطوله دي في بلدنا ومش هناخد ماتشات مصر، وفعلا الديل خلص ومضينا وكل حاجتنا تمام، وان شاء الله ثمان مباريات على فضائيه مصريه او على قناه مصريه يعني باذن الله. كابتن خالد، هل ممكن برضه حضرتك تهتم شويه اعلاميا يعني تغطيه كواليس المنتخب، يبقى في فوكسنج معين على المنتخب الوطني قبل البطوله؟ هيفرق كتير للناس وهتعمل رواج. بص احنا ان شاء الله باذن الله، طبعا انت اكيد انت لازم تكون تعلم، يعني احنا الحمله بتاعتنا الاعلانيه او الدعائيه زي ما بيقولوا باذن الله هتطلع اليوم 20 في الشهر باذن الله، ما نستحملش، عارف انت لما تقعد 3 4 شهور تعلن هنقول ما تستحملش، فلازم احنا دايما في اخر الشهر باذن الله هنكثف اعلاناتنا جامد جدا في الراديو والتلفزيون والميديا كلها طالعه باذن الله ورا بعضيها. دي الخطوات اللي احنا واخدينها. معاك طبعا هي مش واخده السبوت دلوقتي الاهتمام الكبير، لكن بقول لك احنا باذن الله على يوم 20 هتلاقي الدنيا مختلفه تماما، بالذات احنا لازم ندي الناس نقط كثيره بالنسبه للتذاكر هتخش ازاي، بالنسبه للجلوس هتخش ازاي، بالنسبه للاماكن اللي احنا هنعملها بره للناس يشتروا منها حاجه يقابلوا، يعني في كده عارف نطلع الموضوع كله قدام الناس الاول عشان الناس تبقى عارفه وهي داخله الاستاد. احنا هنبقى في ظهركم ان شاء الله في الحته الاعلاميه. خالد العوضي نجم مصر، بعينيك شايف ان الجيل ده يتاهل؟ شايف ان الجيل ده لعيبه هايله، لعيبه فعلا لعيبه كويسه، وان شاء الله باذن الله باذن الله في يناير باذن الله هيتاهل. انا معاك ان البطوله صعبه جدا بالنسبه لوجودنا احنا في اول ماتش هنقابل الجزائر، وان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونوصل للفاينل ونقابل تونس باذن الله. الموضوع صعب، لكن انا عارف ان الجيل ده في وسط 16000 متفرج اللي هيكونوا جوه الاستاد، في وسط الاحداث دي، عارف الاجواء دي كلها بتفكرنا ان احنا نبقى ملتفين كلنا حوالين المنتخب ده. اعتقد باذن الله هتكون هي الفرحه المصريه في اللعبه الجماعيه ان شاء الله عشان نتاهل الاولمبياد لريو ان شاء الله باذن الله. نتمنى لحضرتك كل التوفيق. ايه قصتك بهدير؟ انا لعبت رميه من 3 سنين، سافرت اولمبياد الناشئين نانجينج 2014، الحمد لله حققت فيها ميداليه ذهب في الميكس تيم. ابتدينا طبعا خطه اعداد من ايامها ومستمره لغايه دلوقتي، والحمد لله لعبت البطوله الافريقيه واخدت اول فردي واخدنا اول تيم وتاهلت الحمد لله للريو. راح رقمك يأهلك ان انت تاخدي ميداليه ولا الامور صعبه؟ هو احنا بنسعى لكده، هو الرقم بتاعي مش بعيد عن كده، بس احنا بنحاول ان احنا نجوده اكتر وان احنا نوصل ان شاء الله ناخد ميداليه. هدي انت بتدرسي صح؟ جامعه مدرسه؟ جامعه. بتتمرني عادي وهم سامحين لك والجامعه عارفه هو انا بتمرن؟ انا يعني في ايام البطوله كان عندي امتحان وصراحه العميد بتاع الجامعة يعني سمح لي ان انا امتحن في معاد تاني، وهو الصراحة يعني حاسس بيا يعني ان انا قد ايه بتعب ويعني مصدق ان انا هبقى بطلة كبيرة ان شاء الله. ان شاء الله. رقمك اللي انت خدتي فيه البطولة الافريقية الاخيرة يأهلك في الاولمبياد لمركز؟ هو رقم بتاعي ممكن يدخلني بين ترتيب 8 الفاينل. بس هو انا يعني احنا ما كنا بنلعب على في البطولة الافريقية كان نص، يعني ما كناش مركزين قوي في الماتش العادي، كان تركيزنا كله على الفاينل لان الفاينل هو الاساس، كان يعني دايما اللعيب الكويس لازم يلعب فاينل كويس جدا، واحنا الحمد لله في الفاينل ترتيبنا كويس جدا. يعني هل برضو لعبه صعبه، يعني لعبه الرمايه لعبه صعبه انت دخلتيها وتكلفه برضو عاليه، هل في حد من الاسره كان بيلعب انت دخلتي على طول، خصوصا انت تاريخك يعني صغير 3 سنين في الرمايه ده وقت صغير جدا عشان تتكلمي على كل البطولات اللي انت قلتيها؟ انا والدي لواء جيش، هو كان من زمان هو ايام الجيش الثاني الميداني كنت بروح معاه وكنت بتفرج على الرماه وكنت حابه جدا الموضوع، ف
فهو اما كبرت شويه دخلني ايام اولى ثانوي كده، دخلت لعبت رمايه وحبيت جدا الموضوع، وهو كان دايما بيشجعني وكان دايما واقف معايا، يعني اي حاجه كان دايما يديني يعني دافع قوي جدا ان هو ان انا اوصل وان انا اقدر ان انا اوصل للحاجات دي كلها. قولي لي بقى ايه الجوائز اللي معاكي دي؟ دي ميداليه تيم اللي هو اول فريق واول فردي، وده الكاس بتاع الفريق فرق. معتزه بيهم جدا. ها اه طبعا، يعني كان حلمي ان انا اوصل والحمد لله وصلت. وحلمك بعد الاولمبياد تعملي ايه؟ ان انا اكمل، ان انا اكمل الاولمبياد اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. على مستوى التدريب ما عندكيش ازمات في مصر؟ ما عندكيش مشاكل؟ هو طبعا رئيس الاتحاد موفر لنا كل حاجه وهيوفر لنا حاجات اكتر مع طبعا الوزير. الوزير طبعا فعلا زي ما هو قال، هو موفر لنا حاجات كتير واي حاجه احنا بنطلبها هو بينفذها. بدايتك في رمايه مع العميد حازم حسني رئيس الاتحاد، ما حضرتيش اتحادات ثانيه؟ لا ما حضرتش، هو اول اتحاد بالنسبه لي. انا مبسوط بيكي جدا وسعيد بيكي جدا. انا يعني ليا يعني تاريخ كبير في اللعبه دي، بس يعني اول مره اشوف الحقيقه التفاؤل ده، يعني عشنا زمان كتير في القصه دي. ان شاء الله ربنا يوفقك، وان شاء الله باذن الله نبارك لك كده في الاولمبياد يعني. ربنا يخليك. طبعا حديث ثاني خالص معاك، قصه مختلفه دي، ولا عندها ازمات ولا عندها مشاكل وما حضرتش غير الاتحاد ده والدعم تمام، ويعني كل قصة تاريخ بقى. طبعا ثلاث سنين هدية مصطفى، كم سنة بتهالي؟ حاجة وعشرين سنة ابتدينا سوا. حاجة وعشرين سنة ولا كم؟ 25 سنة. 25 سنة في مجال الرماية من أتلانتا، أول أولمبياد أتلانتا 96. كنا سوا في فرقة واحدة. تفتكر تاريخك؟ يعني تفتكر أنت أخدت كم بطولة؟ تفتكر كم بطولة أفريقية، كم بطولة محلية؟ بص يعني اكيد يعني في ال 25 سنه اللي فاتوا دول طبعا في حاجه بتقع منه. بس الايام اللي ما تتنسيش بداياتنا يعني كنا ناشئين في مدرسه الرمايه في نادي الصيد، كنا في فرقه كبيره. انا وانت كابتن احمد بدران ورا الكاميرا، هو مشرفنا طبعا. بدران وادهم واحمد مجيب وشرقاوي، يعني فعلا كنا مجموعه كبيره. كابتن خورشيد طبعا، كابتن خالد ثابت، ومرينا بالسنين دي كلها ببطولات وبأولمبياد وأفريقيا وبعالم. حسينا طبعا في الوقت طبعا بيعدي. إنما طبعا أنت عارف إن لعبة الرماية دي طول ما أنت الحمد لله قادر إنك أنت تمارسها وتعمل فيها أرقام كويسة، ملهاش علاقة قوي بسن، انما ليها علاقه بذهنك صافي قد ايه. بس كل القواعد دلوقتي بتتكسر. يعني هدير دلوقتي ممارسه 3 سنين، بتتكلم على تاريخ طويل، رحب بطموح، عندها رقم في الاولمبياد. دايما احنا كانت في يعني في الماضي في الرمايه ازمات كتير قوي بتعتمد على المشاركه، كويس قوي انك تروح الاولمبياد. حديثها النهارده وحديث الناس اللي راح، انا رايح اركز على ميدالي، انا عندي دعم، انا ما عنديش مشاكل. لا في الحقيقه ما فيش حاجه دلوقتي تمنع ذلك. يعني اعتقد ان الدوله واقفه كويس قوي بجانب الرياضيين بوجه العموم يعني. وفي اتحاد الرمايه كده، اتحاد الرمايه يعني الحمد لله احنا ماشيين كويس، عندنا مدربين كويسين، اتحاد موفر برضو مشاركات كويسه في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله اعداد الاولمبياد. بس طبعا زي ما انت عارف ان هي برضو، هرجع واقول لك، الرياضه الفرديه مختلفه طبعا، مش في مصر بس حقيقه، يعني في العالم كله. كوره بأي مقياس في أي دولة في العالم هي واخدة كل البادجت بتاعت الرياضة في أي دولة. بس الوضع دلوقتي مش كده يا مصطفى. يعني الوضع دلوقتي عدد الألعاب الفردية كتيرة جدا راح الأولمبياد، والأولمبياد بقت ليها تارجت كبير طبعا طبعا في الشكل، وبالذات الرماية دلوقتي، اتحاد الرماية واتحاد ألعاب القوى واتحاد السباحة، عدد كبير جدا من المتأهلين، ومش رايحين فسحة ونزهة، رايحين بأرقام قوية طبعا. هل طبعًا الكلام ده عندكم في السكيت برضو؟ طبعًا يعني خد بالك، احنا انت طبعا سيدي عارفين لعبة الرماية دي لعبة بتعتمد على يعني جزء كبير جدا فيها توفيق من عند ربنا طبعًا. يوم البطولة طبعًا. يعني انت النهاردة عندك اعداد كويس قوي، عندك رماة على اعلى مستوى سكيت او تراب حقيقه يعني، وفي تفاوتات في السن واضحه طبعا، انما كله ماشي كويس تمام. طيب اما تيجي بقى انت النهارده دي رمايه طبق طاير في الهواء يعني لازم يبقى في عندك مينيمم طبعا، ده موجود واحسن بكتير. ما هو الوزير قال كده، انما عندك توفيق من عند ربنا يوم البطوله في الرمايه تحديدا، كانك انت النهارده بتلعب مش ماتش كوره بقى، كان بتلعب بنالتيز. بس انا بتكلم ورقه وقلم، ارقامكم تدخلكم مراكز في الاولمبياد؟
تخلينا ننافس بصوره قويه، وفي احتمال كبير جدا ان شاء الله حد فينا ينول شرف ان هو يدخل فاينل الاولمبياد الجايه. واي نوت، لو ربنا وفقك الاولمبياد دي ورحت، يعني انت عندك برضو صراع مع فرانكو، فرانكو ضريب كبير. لا مش صراع، لا لا لا، منافسه شايفه. اه منافسه يعني طبعا بنقولها اصل يعني باللغه البلدي بتاعتنا بتاعت الكوره يعني اللي هيروح منكو ان شاء الله باذن الله، لو انت رحت هي تعتبر الاخيره ليك. اه ده اكيد. ان شاء الله تعتبر الاخيره ليك. هل النهارده بتطلب اي حاجه من اتحاد الرمايه، بتطلب اي حاجه من وزير الشباب، ولا الامور كويسه؟ والله احنا اخر اجتماع مع سياده الوزير كان حاضره رئيس اتحاد الرمايه ورئيس اللجنه الفنيه ومجموعه من الرماة سكيتو تراب قبل بطوله افريقيه. سياده الوزير وعد وبصراحه يا جماعه احنا عايزين هدفنا نمشي واحده واحده، كوتا ناخدها. الحمد لله خدناها، لان اوانس خدنا الكوتا. عندكم ميزانيه اللي تطلبوها هتلاقوه، عايزين معسكرات، عايزين بطولات عالم، مشاركات دوليه، الكلام ده كله انا هوفره. فالحقيقه عندنا وعد واضح من وزير الرياضه ودعم واضح جدا بان في الفتره الجايه، احنا عندنا النهارده 8 شهور تقريبا لحد الاولمبياد، الثمان شهور دول هتشوف فيهم ان منتخب مصر للرمايه في كافه الالعاب هيبقى تقريبا بيشارك بره كل شهر، لازم يكون موجود بره يعني. ان شاء الله انا مبسوط جدا يعني، انا النهارده اتخضيت والله لما عرفت ان في لعيب قاعد بقاله سنتين في فرنسا. ده مش لعيب، ده بطل يعني، بطل اولمبي. ما شاء الله. طب انا عايز اطلب حضرتك طلب. اتفضل يا فندم. عايز روشيتا. روشيتا وصلت لسياده الوزير روشيتا من قبل كده وما تنفذتش. بقول لحضرتك الوزير فعلا سياده الوزير بيوفر فلوس كتير جدا للاتحاد اكتر مننا، يعني 4.5 مليون. انا واخد 660 ومؤهل 12 لاعب وجبت ميداليه. هو النهارده المشكله ان في علم، انا كراجل استاذ في كليه التربيه ده النهارده في علم، انا النهارده بدي علاء فلوس وبقعده في فرنسا، هل انا متابع البرنامج التدريبي او الاتحاد؟ طبعا الوزير طبعا مش هيقدر يتابع كمنصبه يعني. انا بتكلم على الاتحاد. طب أنا اقسم بالله ما حدش يعرف عنه حاجه. انا مع حضرتك، بس انا في وجود السلبيات دي انا هل في حلول؟ في حلول نلحق. إيه هي؟ ووصلناها لسياده الوزير. علاء من اللعيبه الجامده جدا وكويسه جدا ومستوى كويس، نقول يرجع مصر يسيبه من القعده في النادي في فرنسا والاحتراف في هذا النادي ولو سمحتم يرجع مصر ويتعمل له معسكرات صغيره لمدة شهر ويرجع مصر أسبوع، وإحنا عارفين فين، لأن علاء من خلال النادي بتاعه بتاع فرنسا سافر المرة دي 3 مرات وبلغنا سيادة الوزير بهذا الكلام إنه ما يسافرش الدعاوي في إيطاليا وفي ألمانيا وفي المجر. بيعمل إيه بقى؟ دعاوي عشان يتصور. طب نطلع فاصل ونرجع نشوف دعاوي يعني بيتفسح؟ لا، بيجي له حضرتك دعوة تيجي تقعد عندنا معسكر مقابل مادي. فالولد قاعد في فرنسا. طب الموضوع سخن، نلغي الفصل بقى. ماشي. فبياخد الولد بيطلع المعسكر بتاعه فاثناء اجازته او اثناء الراحه بتاعته السلبيه بيطلع هذا المعسكر، وللاسف لان الولد لوحده فبيتصور. اوكي. فاخر مره وانا ببلغ انه ما يروحش ايطاليا لان ايطاليا بتنافسه في 3 لعيبه. حصل ايه؟ اخر 3 بطولات خسر، اتصور في ايطاليا، واخر 3 بطولات خسر من 3 لعيبه في ايطاليا، 1% 28. بيتصور يعني؟ بيتصور وهو بيتمرن بيشوفوا نقطه الضعف ونقطه القوه. كويس. فهو عارفه دلوقتي الشكل بتاعه والتيمبو بتاعه بتاع الشغل الفنان ده بطل يعني. لو ما هو الناس هتحضر التمرين والناس هتتصور. لا، التمرين حضرتك غير اللقاءات. في لقاءات بتبقى يعني مثلا بطوله محترفين بمقابل معين. فالولد بيطلع عنده كل حاجه عشان يكسب الجزائر. طب انا هسألك سؤال صغير وعايز اجابته واضحه صريح، في وجود الاتحاد ده، وجود الازمات والمشاكل داخل الاتحاد، هيقدروا يطلعوا ابطال اولمبياد ولا الامور معقده؟ لا هيطلعوا لكن تمثيل مشرف من اول دور بس خلاص. انا كرئيس لجنه حكام في الاتحاد الدولي بقول لحضرتك من اول دور. تمام. بالنسبه لاتحاد اليد، في مشكله في الدعم؟ في ازمات مع الوزاره في حاجه، والامور ماشيه كويس؟ الامور ماشيه كويس جدا، ماشيه كويس صراحه. الفلوس، بص نتكلم بصراحه، انا من مصيبي مدير بطوله افريقيا مهندس خالد قعد معانا بيقعد معانا كتير وقال موضوع الفلوس ده اخر حاجه نفكر فيها. اعملوا احسن حاجه للبلد، اعملوا نوفر كل الامكانيات الموجوده بالنسبه للبلد دي. احنا بنطلع بطوله بس في الاخر مش بتطلع بطوله هاندبول، بتطلع بطوله باسم مصر قدام الناس كلجنه تنظيم يعني. فقال اعملوا كل حاجه اللي انتوا عايزينها بالنسبه لموضوع الدعم ده، ما فيهوش مشكله خالص. نفس الكلام اللي شايفه برده في كناحيه فنيه للمنتخبات المصريه، نفس الكلام. احنا عندنا منتخبات بنات كانت ما كانتش موجوده على الخريطه. النهارده الاثنين كسبوا، واحده كسبت افريقيا وتاهلت كاس عالم وليهم اعداد وليهم ماتشات. بص، من الكلام ده مثلا من 3 سنين ما كانش موجود. كنت لسه هسالك، وانت لاعب وانت دلوقتي خالص ما كانش موجود. لا ايام الدكتور حسن مصطفى ما كانش فيه رياضه بنات.
ما كانش هو كان قافل الموضوع ده صراحة، كان قافل الموضوع تماما. وجود الدكتور خالد حمودة في اللجنة الأولمبية مساعدكم؟ أكيد أكيد. بص أي منصب هتاخده معاك كرئيس اتحاد أكيد هيساعدك أكتر، أكيد برضو وجوده هو اللجنة الأولمبية بيساعد بيساعد المنتخبات بتاعته. بقول لك اتنين متأهلين يعني اتنين بنات 16 و14 سنة، الكلام ده ما كانش موجود على مستوى مصر. أنت ما دخلتش مجال التدريب ما حبيتوش؟ لا 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 خالص، أسوأ أسوأ مجال في الحياة فعلا. ده لا لا ده انت واحد بيروح يخلص على نفسه بمزاجه يعني. طب ما دخلتش ليه اتحاد؟ بص دخلت اداره في النادي الاهلي وكنت ماسك نشاط رياضي في النادي الاهلي. أوه. بس لما جات لي موضوع بطوله افريقيا في وجود كابتن حسن ولا في وجود كابتن حسن حمدي. اه انت حضرتك تعرف وبعديها اكيد ابن اخو كابتن حسن تمام. فبعديها بعد ما كابتن حسن يعني جالي موضوع مدير بطوله افريقيا. أوه. كويس. فروحت اشتغلت مع الاتحاد لمده سنه. أوه. عشان اخلص في يناير اللي جاي يعني لازم اكون متفرغ ليها، وان شاء الله باذن الله. لا المجال الاداره بالنسبه لي هو بينك مش هقول لحد. الاول طموحك رايح فين بعد كده؟ لا لسه شويه. اتحاد اتحاد يد ولا في الغالب؟ في الغالب اتحاد يد باذن الله. تمام. طيب هدير يعني انا برضو في سؤال برضو الناس كلها بتحلم بيه وبتفكر فيه. انت النهارده لما تاخدي ميداليه اولمبيه، الوزير النهارده قال ان في لائحه ميداليه بمليون جنيه، الكلام ده في دماغك ولا لا؟ طبعا مش في دماغك. لا لا خالص. يعني انت مركزه على الميداليه؟ اه بس اصل الفلوس بتيجي وتروح، لكن الميداليه وبطل هو بابا ماديا كويس هدير ولا؟ اه لا الحمد لله الحمد لله. دي المشكله دايما اللي بتقابلني على الهوا يعني. يعني انا بجيب لعيب الكوره او لعيبه العاب فرديه اول حاجه بيسالوني فيها احنا لما نكسب الفلوس. لا بس لا. الوضع طبعا يختلف كبنت، طبعا القصه تختلف تماما، لكن كولد بتبقى القصه مشكله ان وقته كله بيروح، خصوصا لو مخلص دراسة فبتاخد من وقته بشكل كبير جدا. معاكي كم بنت متأهلين متأهلة؟ معايا ثلاثة. نورهان عامر وشيماء، كانت شيماء حشات كانت متأهلة من 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 بره. وانا هدير. انت نمرة واحد في مصر في لعبتك؟ المفروض المفروض. طب هل انت زي الالعاب الفرديه ما كنا نتكلم مثلا سلاح بتحتاجي تعملي معسكرات بره تطلعي بره بتحتاجي تاكل القصه؟ طبعا محتاجين احتكاك كتير، لان الاحتكاك ده اهم حاجه. عندك كم سفريه لحد الاولمبياد؟ لسه الخطه بتتعمل المفروض. يعني انت من وجهه نظرك هو المفروض اللي احنا عارفينه ان في ثلاث سفريات المفروض جايين لحد الاولمبياد. ثلاث بطولات عالم. معاكي مدرب مصري؟ مش محتاجة أجنبي؟ لا هو كابتن محمد فاروق صراحة مدرب كويس جدا، ويعني هو أصلا اللي مؤسسني. فيعني أنا يعني أنا وصلت للمرحلة دي بفضله. بعد ربنا طبعا. تمام. طبعا بالنسبة للتدريب دي برضو قصة جديدة، يعني دايما في الرماية أنتوا بتفضلوا الأجنبي عن المصري، أو ما عندكش مدرب مصري تقدر تقول وده مختلف شوية عن الرش وعن الرصاص أو عن ضغط الهواء. هل النهاردة أنت معاك مدرب أجنبي؟ مصر في الايفنت بتاع السكيت مدرب هايل كان بطل عالم سابق وهو من جورجيا. وفي التراب جايبين برضو مدرب تلياني. بص يعني عندنا في لعبة الاطباق شوية مختلفة، انت طبعا متابع الحتة دي. ان هي في عامل نفسي عالي يعني هتلاقي معظم الفرق السكيت او التراب في الرماية تلاقي معظم اللعيبه في التدريب تقريبا اولموست زبط وقت البطوله، هي بقى هو ده المحك. اليوم بيختلف. طبعا هو ده المحك. محتاج كم سفريه قبل الاولمبياد؟ والله انا اعتقد كنت بتكلم بقول لك النهارده مع كابتن ادهم عضو مجلس اداره الاتحاد، وقال لي ان في حوالي 3 او 4 سفريات قبل الاولمبيك جيم. النهارده بقى قبل ما يجي حقيقه قبل ما ادخل لك كان بيكلمني المدرب بتاعي، فبيقول لي ان هو هيعمل طلب منه يعني في الاتحاد ان هو يعمل خطه لحد الاولمبيك جيم، فبياخد برضو بيتفاوض يعني بياخد رايي. انا هو وجهه نظره ان هو ما يعديش شهر لحد الاولمبياد من غير ما يكون الفريق اللي مسافر يكون موجود بيحتك بره يعني. فيا ريت يعني الخطه دي ان هو يكون مخلصها يرد على مجلس الاداره في الاتحاد ان شاء الله كل خير. عايز اقول لك ان فعلا في دعم محسوس وملموس من قبل الوزارة ومن قبل الاتحاد، يعني ما اعتقدش ان في اي مشاكل. شايفين الحلم قرب يعني؟ شايفين انتم الرماية عدد كبير جدا، شايفين انتم حد منكم ممكن ان شاء الله باذن الله يجيب ميدالية؟ ممكن طبعا ممكن. الرماية ما انت عارف يعني كل حاجة واردة فيها، بس ما كانش موجود زمان، دايما كان تمثيل مشرف. احنا كان المستوى السنتين تلاتة اللي فاتوا فعلا ارتفع جامد جدا، حاجة فعلا تفرح ان بقى اجيال حاجة تفرح
شبك بتضحك وبتتكلم. لا والله بكلمك بجد. التفاؤل دلوقتي ملاكه. لا لا دي حقيقه. خد بالك قريته احباط. لا ما يعني انت عندك النهارده اجيال لما تيجي تتفرج على فريق الرمايه ما شاء الله. والله العظيم انا بتفرج على دي والله اكني بحلم. انا بقول لك يعني حلمها وطموحها وما شاء الله ابتسامتها و... لا لا بص وحديث عن المدرب المصري ومش محتاجه حاجه وما عندهاش مشاكل طبعاً. يعني قصه الحياه زمن غير الزمن ما شاء الله. لا والله يعني اما تحس ان في ناس بتعملك سبورت او بتعمل الفرقه سبورت يبقى انت خلاص يعني عايز ايه تاني. شيء الحقيقه محترم. السلاح هو علاء بس؟ لا في لعيبه كتير بس هو للاسف الاتحاد ما طلعش. كان في لاعب تاني اسمه ايمن كان بطل عالم كان برضه في مشروع التميز بطل عالم مرتين. الولد دلوقتي خلاص برضه يعني هو دلوقتي اتحاد السلاح ده بس علاء دلوقتي بس علاء ولا في ناشئين ولا في بنات ولا في اولاد. احنا اصلا ثلاث لعبات فلوري بي صبر عندي ناشئين وعندي كاديت اللي هي تحت 17 وعندي كبار مفيش خالص. وعلاء ما نستناش منه ميداليه ولا ممكن نستنى منه ميداليه؟ لو لحقنا ننقذه دلوقتي. لو لحقنا ننقذه ان احنا نشتغل. احنا ما نسيبش اللاعب يقول انا عايز اروح فرنسا اروح فرنسا زي ما احنا عملنا في الاتحاد اللي قبل كده. احنا نجيب اللاعب كان مشروع التميز بيقعد معانا الله يرحمه الدكتور محمود شكري بيقعد معانا عايزين ايه نقول له 1 2 3 بيطبق اللي احنا عايزينه. سيادة الوزير دلوقتي برضه بيدفع فلوس للاتحاد بس الاتحاد بيطبق اللي علاء عايزه وده غلط. هو حضرتك خلافك مع الوزير ولا الاتحاد؟ انا لا خلافي هنا ولا خلافي لا هنا. يعني وجهه نظرك انت شايف الغلط عند الوزير ولا الاتحاد؟ الاثنين. الوزير المفروض بيدي فلوس ويحاسب خلاص. الاتحاد المفروض بياخد الفلوس دي ويعرف يتصرف ازاي. ففي اخطاء من الاثنين. سيادة الوزير بيحاسب بعد الاولمبياد مش قبل. ما انا هحاسب مين بعد الاولمبياد؟ ما الاتحاد هيمشي بعد الاولمبياد هحاسب مين؟ طب انتوا جايين في الاتحاد الجديد؟ لا انا مش هاجي تاني خلاص. همسك ايه؟ هاخد ايه؟ انا وصلت ميداليه اولمبيه. طب وليه ما عندكش طموح؟ انت حضرتك ليه ابدا من الزيرو؟ ليه جاي قافل كده؟ ابدا من الزيرو. طب وماله؟ ما تبدا من الزيرو. وانا هاخد دعم؟ هتاخد دعم؟ مش لا مش هاخد دعم. ليه؟ لان طبعا الرانك بتاع الفرقه ما هو حضرتك انا الاتحاد وصل النهارده الدعم بتاعه 4.5 مليون وهياخد لسه 1.5 بقى 6 ليه؟ لان احنا كان قبل كده قليل. يعني انت حضرتك نقطه عشان عندي ميداليه نقطه امل مش موجوده؟ لا في انا بقول الحقيقه. طب انا ممكن بنحلم باللي جاي يا رب. يا رب نكسب ويا رب نلحق علاء. هنقعد مع حضرتك بعد الهوا وتقنعك وهتيجي ان شاء الله والدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله باذن الله. ماشي اوكي. ممكن تضحك؟ طيب احنا ممكن نستغل البطوله دي لترويج السياحه. كابتن في حاله عدم تفاؤل. خليهم متفائلين خليهم متفائلين. احنا عايزين داخلين داخلين تفاؤل. طب سريع عايز تقول ايه؟ انا بس يعني بعد اذن حضرتك سريع عشان وقتي خلص بسرعه. يعني فعلا شايف ان حضرتك عندك نقط محتاجه المناقشه. طب ما حضرتك تاخد ميعاد مع وزير الرياضه تروح تقول له والله 1 2 3 عندي مشاكل. روح 3 مرات. لا 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 لا, 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 لا ما واضح انها قافله. يعني انا هقول لك القصه. واضح ان في قصص مع الاتحاد وبتاع. هقول لك احنا ممكن نستغل البطوله دي لترويج السياحه خصوصا ان احنا لو ما اعتذرش عندنا ولا فريق دي هتكون سبب كويسه جدا. كان عندنا بطوله سكواش وعدد فرق كتير اعتذرت. لا احنا ان شاء الله ما حدش هيعتذر ان هي دي بطوله. ده المكان الوحيد يقدر يتاهل من الاولمبياد. تمام مش هياخدوش مكان تاني. يعني كله كونفيرمد خلاص. كله كونفيرم معانا وكل الناس قايله اللي هي جايه وجاولنا وبعتوا لنا منسق امني كمان معانا وشاف الدنيا والدنيا عندنا كلها كويسه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. احنا عندنا 40 يوم من النهارده حاسبينهم مظبوطين على يوم الافتتاح. كل فرق خلاص بدات تبعت مواعيد وصولها. وقت خلص. عايز من حضرتك ثانيه كلمه للشعب المصري تقول له ايه؟ اقول له يعني لازم تجمعوا حوالين منتخب مصر في الفتره اللي جايه تقفهم معاه تحضروا الماتشات عشان احنا محتاجين نتوصل الاولمبياد نعمل فرحه كويسه للشعب المصري في يناير باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله. كلمه تقول للشعب المصري تقول له ايه؟ ان شاء الله اللعب الفرديه الفتره الجايه هتكون اقوى من الاول واقوى من اللعبه الجماعيه. كلمه تقول للشعب المصري مصر تقول ايه؟ نقول له ندعي للرياضه ان شاء الله يبقى في اخبار كويسه قوي الفتره اللي جايه وان شاء الله يبقى كل خير باذن الله ان شاء الله باذن الله. كلمه حضرتك تقول للشعب المصري كلمه يا رب حلوه يا رب يا رب نفرح الشعب المصري في الاولمبيات وفي جميع الانشطه الرياضيه. وده يعني تمنيات لكل الرياضات انها تزدهر ان شاء الله وتبقى في ميداليات وده شرف لنا كلنا. هناخد فايل حضرتك ونحاول برضه نشتغل عليه اعلاميا شويه على الاتحاد وعلى ومع الوزير. انا فهمت قصه حضرتك بشكل كبير لمصلحه البلد. شرفتنا فندم. اشكرك يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد شرفتنا ونورتنا. ان شاء الله باذن الله معاك في البطوله ووراك ان شاء الله وعدد كبير من الجمهور. يعني لو الجمهور ده حضر هيحضر باذن الله. هتبقى انت عملت حاجه. انت فاهم حضرتك الوضع عامل ازاي. طبعا هيحضر باذن الله. شرفتنا يا فندم ونورتني. شيماء بتمنى لك كل التوفيق. شرفتيني ونورتيني ان شاء الله باذن الله. هدير انا قلت شيماء. انا هدير انا اسف. شرفتيني ونورتيني. بتمنى لك كل التوفيق مزيد من النجاح مزيد من الامل ان شاء الله. مسنيك في الاولمبياد
هنعمل معاكي لقاء واثنين وثلاثه، هنيجي نغطيكي في التمرين ان شاء الله باذن الله ونصورك، هنخليكي حاجه كبيره جدا ومشهوره قبل الاولمبياد ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقك ان شاء الله. كابتن مصطفى شرفتني ونورتني ان شاء الله باذن الله، يعني دي تكون يعني خماسيه ليك كاولمبياد ان شاء الله باذن الله، بالتفاؤل ده يكون في فرصه كبيره ان شاء الله باذن الله في الاولمبياد الجايه الميداليه ان شاء الله لعدد كبير منكم. ان شاء الله باذن الله، والواحد فعلا متفائل، وان شاء الله يبقى كل خير لمصر وللرياضه والشباب كله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا مصطفى. شكرا هدير، شرفتني، شرفتني يا فندم، شرفتني، شكرا جزيلا، شرفتنا كابتن، شكرا جزيلا. خلصنا حلقتنا النهارده الحقيقه مع نجومنا وضيوفنا وكله في الحقيقه في الاخر في حب مصر، وكل الناس تسعى ان شاء الله باذن الله لتحقيق الميداليات في جميع المجالات. يعني سمعنا من الدكتور محمد متكل، وهناخد الفايل ان شاء الله باذن الله نمشي عليه تصحيح المسار مع اتحاد السلاح ومع السيد وزير الشباب والرياضه كابتن خالد العوضي. الحقيقه يعني مهمه ثقيله جدا في البطوله الجايه، البطوله الافريقيه، كلنا وراه ان شاء الله، وكلنا ورا مصر، كلنا بندعي له ان شاء الله باذن الله ان هو ينجح في تنظيم بطوله جيده. اتكلمنا ايضا على هدير الحقيقه، وهي يعني عنصر مهم جدا في الرمايه، بطله ثلاث سنين، يعني عمر قليل ولكن طموحات واحلام كتير وراها ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله نبارك لها الاولمبيات اللي جايه. مصطفى حمدي تاريخ كبير في الرمايه، اربع اولمبيات ان شاء الله اللي جايه تكون الخامسه وتكون الخاتمه ميداليه للمنتخب المصري او للدوله المصريه. بشكركم شكرا جزيلا، بكره ان شاء الله باذن الله حلقه جديده من حلقات الملاعب اليوم، تصبحوا على خير، السلام عليكم.